السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم الدكتور حسن دشان. جه معانا في حلقه جديده من الحلقات اللي بنسجلها في جزء السنترال نيرف سيستم. حلقه النهارده كلينيكال، يعني هنتكلم عن مرض معين وهو مرض الاكتئاب، مرض الدبريشن. مرض الاكتئاب من احد الامراض المهمه جدا في جهاز السنترال نيرف سيستم اللي بتصيب هذا الجهاز. تعالوا بينا نعرف انواع المرض ده، ولا هل هو ليه نوع واحد، وهنعرف ازاي نعالج الميجور ديبريشن اللي هو النوع الرئيسي من الديبريشن، وكمان هنعرف نوع اخر اسمه مانيا او مانيك ديبريشن وهنعرف علاجه. تعالوا بينا نشوف حلقه النهارده. حلقه طويله شويه ولكن اتمنى ان الحلقه تعجبكم. تعالوا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جه معانا مع حلقه جديده من حلقاتنا في فارما، حلقاتنا فارما تيوب اللي بنسجلها من كتاب فارما جايد. النهارده جه معانا مع الحلقه رقم 32 في الفارما تيوب، الحلقه رقم 7 في جزء السنترال نيرف سيستم. هنتكلم النهارده ان شاء الله حلقه كلينيكال فارماكولوجي، هنتكلم على مرض من الامراض اللي بتصيب الجهاز العصبي المركزي. بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، النهارده ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن مرض الدبريشن وهو مرض الاكتئاب. دبريشن اكتئاب، يعني ايه؟ فهمني يعني ايه، قول لي العلاج بتاعه، ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده. مرض الاكتئاب يا جماعه من احد الامراض المهمه جدا والمهمه في الدراسه. المرض ده من احد الامراض اللي بتصيب الجهاز العصبي المركزي. المرض ده يا جماعه ما بيحصل، يعني مش بيحصل مره واحده، الانسان ما بيصحاش من النوم بيلاقي نفسه مكتئب، لا بيحصل طبعا نتيجه تطورات في الاعراض. الانسان حصل له حاجه بيبدا ان هو يزعل، الزعل بيستمر وبيحصل تطور في الاعراض. هذا التطور بيدخل المريض او الشخص ده الى حاله الاكتئاب. تعالوا بينا نعرف ايه هو الموضوع ده. هذا المرض بنعرفه وبنقول ان هو عباره عن مود ديس اوردر او افكتيف ديس اوردر. مود ديس اوردر يعني مرض متعلق بالمزاج وتغير في المزاج. افكتيف ديس اوردر يعني مرض متعلق بالعواطف وتغيرات في الوجه او الايموشنز اللي بنشوفها. طب ايه هو المرض ده؟ عباره، هل هو عباره عن نيورو ديجنريتيف ديزيز، يعني هل هو نتيجه عن تكسير في الخلايا العصبيه؟ لا، هو يا جماعه هو مرض ليس له علاقه بالنيورو ديجنريتيف ديزيزز، يعني بنقول عليه نوت نيورو ديجنريتيف ديزيز، لان هذا المرض ملوش علاقه بتكسير الخلايا العصبيه. وهم مرضين فقط اللي هم عباره عن نيورو ديجنريتيف ديزيز، هم الزهايمرز ديزيز والباركنسونز ديزيز، اما الباقي ملوش علاقه بتكسير او موت الخلايا العصبيه. طب ايه هي انواع الدبريشن؟ هل الدبريشن ده يا جماعه هو عباره عن مرض موحد لجميع المرضى اللي عندهم اكتئاب؟ هل جميع المرضى اللي عندهم اكتئاب عندهم نفس النوع بنفس الاعراض بنفس كل حاجه؟ لا يا جماعه، وجدوا ان المرض ده بيختلف وبيبقى ليه انواع. هذه الانواع هنبدا نتكلم عنها، وكل نوع بيبقى ليه اعراض هنتكلم عنها. اول نوع معانا في انواع الاكتئاب هو الميجور ديبريشن ديس اوردر، وهو الاكتئاب الرئيسي. الاكتئاب الرئيسي يعني الاكتئاب الرئيسي اللي بيصيب اعداد، الرئيسي اللي بيصيب نسبه كبيره من انواع الاكتئاب، وكمان هو اللي العلاج بتاعه متوفر اللي احنا نبدا نعالج بالاكتئاب. هنتكلم عنه دلوقتي ونعرف ايه هو. ممكن نطلق عليه اسم يوني بولر او الكلينيكال ديبريشن. يوني بولر ديبريشن هنعرف يعني ايه، وكلينيكال ديبريشن هنعرفها، لان الكلينيكال ديبريشن هو اللي هنتكلم عنه، لان اكتئاب رئيسي فهنتكلم ونعرف ايه اسبابه الحقيقيه وازاي الكلام ده حصل. خلاص، يبقى ده الاسماء بتاعه اول نوع اللي هو النوع الرئيسي من الاكتئاب. الاعراض بتاعته يا جماعه، يعني اول عرض معانا بيقول ان الشخص بيفضل زعلان او بيفضل ان هو زعلان لفتره طويله. طب يعني هو زعلان مش فرحان، يبقى هو يوني بولر. لان احنا يوني بولر يا جماعه لو جينا ترجمناها معناها احادي القطبيه، ولكن الترجمه دي مش هتنفع معانا هنا. يوني بولر احنا عندنا يا جماعه وجهين، الشخص ده له وجهين، وجه هو حزين وجه هو فرحان، وجه هو زعلان وجه هو وهو مبسوط وفرحان، وجه هو مكتئب وجه هو مبسوط. تمام، الوجهين دول بيختلفوا، لذلك الميجور ديبريشن هو عباره عن وجه واحد فقط، هو وجه المكتئب، هو وجه الحزين، هو وجه الانسان اللي يائس من الحياه وما بيحبش الحياه، هو ده الوجه اللي احنا بنتكلم عنه، فسميناه يوني بولر اللي هو الوجه الحزين. فلذلك سيد فور لونج بيريود تايم، يعني هو بيفضل حزين لفتره طويله، بيفضل سيد لفتره طويله، و يعني بنطلق عليه اسم يوني بولر. المريض ده بيبدا يكره نفسه ويكره الحياه اللي هو عايش فيها، ويبدا يفقد الامل. ده من احد الاعراض بتاعته. كمان ان هو بيبدا يبقى يائس، ويائس من الحياه، بنسميها ديسبير يعني يائس. وكمان ممكن المريض يبقى بيفقد الشهيه او بياكل كتير، ممكن يكون شخص بياكل كتير او يفقد الشهيه. لذلك العرض ده ممكن نلاقي اشخاص عندهم ميجور ديبريشن بياكلوا كتير،
واشخاص تانية او مريض تاني عنده ميجر ديبريشن وعنده فقدان في الشهية، يبقى ممكن يجيله دي او يجيله دي، خلاص بتختلف من شخص الى اخر. كمان من ضمن الحاجات اللي بتختلف من شخص لاخر ان هو ممكن يبقى عنده انسومنيا او هايبر سومنيا، يعني عنده قلق او بينام كتير. يعني ممكن شخص عنده ميجور ديبريشن ما بينامش كتير قلقان على طول، وشخص اخر عنده ميجور ديبريشن بينام لفتره طويله. كمان من احد الاعراض ان هو بيقلل الرغبه الجنسيه عنده، بنسميها ريدكشن ان ليبيدو، يعني بيبدا الرغبه الجنسيه بتبدا تقل، وليس يعني احنا بنقول بيقلل الرغبه الجنسيه وليس القدره، احنا بنتكلم بنقول الرغبه وليست القدره، يعني الرغبه الجنسيه اللي عنده بتبدا ان هو تقل، ما بيبقاش عنده تفكير في الرغبه بتاعته. طيب بيبدا يبقى عنده فتيج او لوس اوف انرجي، بيبدا الانسان تعبان وهلكان، دي من احد الاعراض. لو المريض بتاع الميجور ديبريشن ما تعالجش وفضل معاه لفتره طويله بيبدا ان هو يفكر في الانتحار، بنسمي العرض ده سوت اوف سوسايد، يعني تفكير في الانتحار او التفكير في الموت. ده النوع الرئيسي والنوع الاولاني من انواع الاكتئاب اللي هو يوني بولر، يعني بيفضل في وجه واحد هو وجه الحزن اللي هو سيد فور لونج تايم. طيب تاني نوع اللي هو الباي بولر ديبريشن، اللي هو بنسميه بنطلق عليه اسم المانيك ديبريشن او المانيا. النوعين دول يا جماعه من اشهر الانواع، يعني في ناس ممكن يقولوا لك النوعين دول بس، واحنا هنتكلم على جميع الانواع بتاعت الديبريشن. خلاص النوع الثاني هو نوع مشهور برضه بنسميه الباي بولر. ازاي بقى باي بولر؟ يعني عنده الوجهين، وجه الحزن ووجه الفرح. فعلا هذا النوع من الاكتئاب بنسميه المانيا بمعنى الهوس، او بنسميه مانيك ديبريشن. كلمه مانيا دي معناها اليفيتد في المود يا جماعه، يعني المود بتاعه مرتفع قوي ومظبط دماغه 100 100 وفرحان ومبسوط ويقعد يتنطط والكلام ده كله، ده بنسميها مانيا. خلاص والديبريشن اللي هو مكتئب وقاعد وما بتنططش ولا اي حاجه والكلام ده. تخيلوا شخص بيجيله الاثنين مع بعض، يجيله الاكتئاب ويجيله المانيا دي مع بعض، يجيله الفرح والسعاده وده كله مع الاكتئاب، ازاي الكلام ده؟ اقول لك ازاي. المرض ده بيتميز ان الشخص بيبقى عنده المود عالي جدا ومرتفع اللي هو المانيا، يعني بيبدا مبسوط وفرحان وعنده طاقه عاليه ويبدا يتنطط والكلام ده كله، وبعد شويه نلاقيه دخل في الاكتئاب. في نفس اليوم في نفس الوقت اللي هو شغال فيه بيبدا يدخل في الاكتئاب وبيبدا مكتئب تاني. يبقى هو وجهين زي ما احنا شايفين في الصوره معانا، ده الباي بولر ديبريشن، هو شكل الباي بولر ده الديبريشن اللي هو الوجه الديبريشن، الوجه المكتئب، الوجه اللي مش مبسوط، فجاه بعد شويه نلاقيه بقى مبتسم وسعيد وفرحان وبيتكلم كتير وصوته عالي والكلام ده كله. يعني ده مرض غريب شويه هنبدا نتكلم عنه ان شاء الله النهارده. ده النوعين الاولانيين. طب هل في انواع تانيه من الاكتئاب؟ دي الانواع الرئيسيه والمشهوره معانا. طب هل في انواع تانيه من الاكتئاب مختلفة عن الأنواع دي؟ تعالوا بينا نشوف السلايد اللي بعد كده. السلايد اللي بعد كده بتوضح لنا إن في فعلا أنواع تانية من الاكتئاب. عندنا النوع رقم 3 اللي هو بنسميه ديسيميا أور كرونيك ديبريشن. ديسيميا أو كرونيك ديبريشن معناه الاكتئاب الجزئي. ليه سموه كرونيك؟ لأن الاكتئاب ده من النوع ده بيفضل مع المريض لفترة لا تقل عن سنتين، يعني أقل حاجة سنتين، ممكن يبقى اكتر من سنتين، لذلك سموه كرونيك ديبريشن، يعني بيفضل لفتره طويله. الاكتئاب ده الاعراض بتاعته بتبقى اقل من الاعراض بتاعه الميجور ديبريشن اللي هو الاكتئاب من النوع الاول، لذلك الاعراض بتاعته بتبقى قليله ومايلدر زان ميجور ديبريشن. ده النوع رقم 3. قال لك في نوع رقم 4 بنسميه الاكتئاب الموسمي. يعني ايه اكتئاب موسمي؟ يعني بيجي في موسم معين من المواسم اللي بتيجي، زي فصل معين من فصول اللي احنا بنشوفها في السنه. المرض ده بنسميه سيزونال افكتيف ديس اوردر، يعني مرض موسمي او مرض اكتئاب موسمي. هذا المرض عادة بيجي في فصل الشتاء وفي فصل الخريف من كل سنة. المرض ده يا جماعة يعني بيجي اللغز في الموضوع ده كله هي أشعة الشمس. ليه بقى؟ لأن أشعة الشمس في فصل الشتاء وفي فصل الخريف بتقل أشعة الشمس، وإحنا اتفقنا يا جماعة إن في هرمونز زي الهرمون اللي هو اسمه الميلاتونين هرمون، الهرمون اللي بيجي من السيروتونين اللي اتكلمنا عنه قبل كده، قلنا إن الهرمون ده اللي هو هرمون السعادة ده الهرمون اللي بيتحكم في النوم. الهرمون ده يا جماعة بيبدأ يفرز بالليل، ولما أشعة الشمس تخرج أو في الصباح بيبدأ
ما بيفرزش وبيتوقف افرازه او بيقل افرازه. يعني اشعه الشمس بتتحكم في افراز هذا الهرمون. يبقى المرض ده يا جماعه اللي هو الاكتئاب الموسمي بيتعلق باشعه الشمس، لذلك هو بيجي في موسم الشتاء والخريف، لذلك لان اشعه الشمس في الفصلين دول، فصل الشتاء والخريف، بيبقى اشعه الشمس قليله جدا، فبالتالي بيحصل لخبطه في الهرمون ده اللي بيفرز في جسم الانسان. فالمريض بعض المرضى اللي هم بيبقى سنسيتيف قوي بيبدا يجي لهم المرض ده. المرض ده يا جماعه بيتميز ان المريض ده اللي هو عنده الاكتئاب الموسمي بيبقى بيستيقظ بصعوبه جدا، بيبدا فتره طويله ينام، وبينام لفتره طويله، وبيصحى متاخر جدا، بياكل كتير، وزنه بيزيد، بعد كده ما عندوش طاقة، بيبعد عن أصدقائه، وما بيبقاش اجتماعي، بيبدأ يتحول إلى شخص مكتئب. هذا النوع يا جماعة بيتم علاجه من أحد العلاجات بتاعته، إن هو بيتعالج بحاجة اسمها لايت ثيرابي. يعني إيه لايت ثيرابي؟ طبعا هو نتيجة الاكتئاب ده نتيجة إن مفيش شمس كتير، فبالتالي إحنا نعمل له بقى حاجة زي الضوء كده. إزاي؟ لا، بيجيب جهاز مخصص، بيبقى عبارة عن لمبة كبيرة زي دفاية كده، اللمبة حجمها زي الدفاية، بتبدأ يعني ضوء كبير، ويعني اللمبة نفسها حجمها كبير، مش اللمبات الصغيرة اللي احنا مش، لا، اللمبة حجمها كبير زي حجم دفاية كده، بيبدأ يحطها معاه في الأوضة، ويبدأ يشغل اللمبة دي، ويبدأ يقعد جنب اللمبة بحيث ان هو الجسم بتاعه يجي له أشعة الشمس دي، ويبدأ يظبط إفراز الهرمون ده تاني، عشان يبدأ الحياة اللي هو عايشها ده بيبدأ ترجع مرة أخرى. ولكن إذا ما تعالجش الشخص ده، لما الموسم نفسه بيخلص اللي هو موسم الخريف أو موسم الشتاء بيخلص، بيبدأ الشخص يعود لطبيعته مرة أخرى. ده النوع الرابع، يعني معلومات كده غريبة وأنواع غريبة طبعا بنسمع عنها. دي الأنواع الاكتئاب كلها اللي احنا هنتكلم عنها. طيب، خامس نوع بنسميه أتيبيكال ديبريشن. والأتيبيكال ديبريشن، كلمة أتيبيكال عشان لو قابلتنا بعد كده نبقى عارفين معناها. أتيبيكال يعني حاجة نون تيبيكال، يعني حاجه غير كلاسيك، نون كلاسيك، حاجه غير طبيعيه، غير متوقعه، تمام، اللي هي اتيبيكال، يعني حاجه مختلفه عن الحاجات التانيه. طب الاتيبيكال ده بيتميز باوفر ايتينج واوفر سليبنج. كمان النوع ده يا جماعه هو يعني سهل ان احنا نتعامل معاه وسهل ان احنا نعالجه. النوع ده بيتميز كده من احد المميزات بتاعته والاعراض المميزه بتاعته، ان الشخص ده هو بيجي للستات اكتر من الرجاله. يا جماعه النوع ده بيجي للستات اكتر من الرجاله، وبيتميز ان الست او الراجل بيحاول بيفقدوا او ما بيقدروش يكونوا علاقه رومانسيه او علاقه عاطفيه مع الجانب الاخر، او سواء كان راجل مع ست او ست مع راجل. يعني العلاقه العاطفيه او العلاقه الرومانسيه صعب ان هي تتكون، لان هو بيبقى عنده خوف او هي عندها خوف ان يحصل رفض من الطرف الاخر. ده النوع اللي هو الاتيبيكال ديبريشن. السادس نوع معانا بنسميه سايكوتيك ميجور ديبريشن. سايكوتيك ميجور ديبريشن، يعني انت قلت لي ميجور ديبريشن في النوع الاول، ايه اللي جابه هنا تاني؟ قال لك الميجور ديبريشن اللي هو النوع الاول اللي انت قلت لي عليه، لو ما حصلوش تريتمنت او ما حصلوش علاج، الميجور ديبريشن ده هيبدا يتحول الى سايكوتيك ميجور ديبريشن، وهو نوع خطير جدا بنسميه سيفير فورم اوف ميجور ديبريشن. بيتميز ان الشخص بيبدا يشعر بهلوسه، والهلوسه دي بتبدا يهلوس ويبدا يسمع اصوات غريبه، ويبدا يحصل ان هو ديلوجنز، يعني عايش في خيال وعايش في وهم، بيبدا ان هو حاجه زي شيزوفرينيا. المرض الشخص ده لو استمر على الفتره دي كتير بيبدا ان هو يفكر في الانتحار. طب النوع ده بيجي منين يا جماعه؟ بيجي من الميجور ديبريشن. لو ما عملناش تريتمنت للميجور ديبريشن بيبدا يتحول الى سايكوتيك ميجور ديبريشن. طب هل في انواع اخرى غير الانواع دي؟ طبعا في انواع اخرى، ولكن هي مش بتعتبر اكتئاب قوي، ولكن ممكن ان احنا نقول عليها اكتئاب. زي مثلا بنسمي نوع اسمه بوست بارتم ديبريشن، يعني الاكتئاب اللي بيجي بعد الولادة. الست الحامل يا جماعة بعد ما بتولد بتبدأ ان هي تشيل البيبي بتاعها، وبتبدأ ان هي تشيله، بيحصل لها بقى، ممكن بعض الستات يحصل لها حاجة اسمها بوست بارتم ديبريشن، يعني ان هي بتبقى خايفة على الوليد بتاعها، الطفل بتاعها خايفة عليه، فبالتالي بتشعر ان هي مش سعيدة. مفيش امل عندها. ليه؟ يعني ان هي خايفه ان ابنها وهي شايلاه مثلا يقع منها، خايفه ان هي مثلا ما اكلتوش كويس، خايف الكلام ده كله، الخوف ده بيحولها الى الاكتئاب اللي هو بنسميه بوست بارتم ديبريشن. طب نوع رقم 8، اكتئاب بنسميه بري منستريوال ديسفوريك ديس اوردر. بري منستريوال يعني قبل الدوره الشهريه،
ديسفوريك عكس ايوفوريا على طول، يعني ديسفوريك معناها ان هو حزين، ديس اوردر اللي هو مرض، يبقى هو مرض حزن بيجي او مرض اكتئاب او مرض زعل او اضطرابات نفسيه بتيجي قبل الدوره الشهريه وبتنتهي عند بدء الدوره الشهريه. يبقى هي بتنتهي، الاعراض النفسيه دي بتنتهي عند بدء الدوره الشهريه، ولكن الاعراض دي يا جماعه فعلا بتيجي لمعظم البنات اللي هم او الستات اللي هم بيجي لهم الدوره الشهريه، بتبقى بتيجي الاعراض دي قبل الدوره، بتبقى اعراض نفسيه فعلا بتيجي لكل، لو ممكن مش عايزين نقول كل، معظم كلهم بيجي لهم الاعراض اللي هي اعراض النفسيه قبل الاكتئاب. ولكن هل الاعراض دي، حد ممكن يقول هل الاعراض دي لو جت نعتبرها من النوع ده؟ لا طبعا يا جماعه، الاعراض دي لو زادت او بتيجي بزياده قوي، بزياده قوي عند اللي هو الستات دي، بنسميه بنطلق عليها ان هو النوع ده، ولكن النوع ده ما بيتعالجش ولا حاجه، ده هو بيختفي عند ايه؟ بدء الدوره الشهريه. طيب عندنا نوع اخر اللي هو بنسميه situational depression، بيجي من situation، situation يعني موقف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو انت فقدت الوظيفه بتاعتك، وفقدت الوظيفه بتاعتك، هو انت على طول عايش حياتك سليم 100%، فجاه كده فقدت الوظيفه، فقدت الوظيفه، تزعل بقى، طب انا هاكل العيال منين، طب هجيب فلوس منين، طب هاكل منين، طب الكلام ده كله بقى تبدا تفكر فيه، تبدا تخش في مرحله الاكتئاب. او ممكن يبقى في واحد حبيبك قوي مات، توفى حبيبك قوي اللي توفى ده، ليك ذكريات معاه، بتقعد تفتكره والكلام ده كله، فبتبدا تخش في اللي هو الاكتئاب المواقف، اللي احنا بنقول عليه اكتئاب مواقف، يعني بعد فتره بيبدا ينتهي الاكتئاب. كده احنا اتكلمنا على جميع الانواع بتاعه الاكتئاب. ممكن انت في كليه او في اي مكان او في مثلا الدكتور يشرح نوعين فقط، اللي هو اليوني بولر او الباي بولر، دول النوعين مهمين، ممكن يجيب نوعين ثلاثه او اربعه من الانواع دي، ممكن يقولهم كلهم. ولكن لو انت بتدرس بيزك فارماكولوجي، انت بس هتعرف يعني ايه ديبريشن، وتبدا تخش في التريتمنت على طول، خلاص؟ يبقى ما تستغربوش من الكلام اللي بنقوله، احنا عايزين نعرف كل حاجه عن المرض. تعالوا بينا نشوف السلايد اللي بعد كده. تعالوا بينا بقى نتكلم على الميجور ديبريشن ديس اوردر، اللي هو النوع الرئيسي، النوع الاولاني خالص. ننسى بقى الكلام اللي احنا قلناه ده كله والانواع دي كلها، ونبدا بقى نتخصص بالذكر ونذكر النوع الاولاني ده، ان هو النوع الرئيسي، نتكلم عنه بالتفصيل، اسبابه ايه، علاجه ايه، الكلام ده كله. بعد كده هنتكلم على النوع الثاني اللي هو الباي بولر، وكده يبقى حلقتنا انتهت. تعالوا بينا بقى نتكلم على الميجور ديبريشن. احنا قلنا عليه ميجور او يوني بولر. يوني بولر يعني الوجه اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي هو وجه الحزين المكتئب، اللي هو وجه واحد بيفضل حزين مكتئب على طول، فلذلك سميناه يوني بولر. تعالوا نشوف بقى البيسو فيزيولوجي بتاعه المرض ده. تمام، بيسو فيزيولوجي بتاعه المرض اللي هي الاسباب الفسيولوجيه، ايه اللي حصل في البرين عشان يجي لي الاكتئاب، ايه اللي حصل في البرين عشان يجي لي اكتئاب. طبعا يا جماعه لو انا عايز نكفه الموضوع ونقوله بسرعه كده، هقول لكم حاجتين: حصل نقص في النور ابينفرين والسيروتونين في مناطق معينه في البرين، بس ده فعلا اللي بيتقال واللي مكتوب عاده. ولكن انا نفسي جيت سالت نفسي سؤال لما خدت المحاضره بيزك فارماكولوجي وخدتها، قال لك ده هو عباره عن نقص في السيروتونين والنور ابينفرين في مناطق معينه في المخ. طيب يا عم ايه العلاج؟ نزود بقى السيروتونين والنور ابينفرين، وخلصت المحاضره على كده. تمام، طب احنا بقى عايزين نفهم الموضوع كويس، اشمعنى السيروتونين والنور ابينفرين بالذات اللي لما نقصوا جابوا لي الدبريشن؟ سؤال انا سالته لنفسي، وحاولت ان انا نبحث ونعرف ايه الموضوع ده. عرفنا في الموضوع ده الكلام اللي احنا هنقوله ده كله، الكلام العلمي اللي احنا هنقوله ده كله هيفسر لنا الموضوع بالتفصيل. ايه هو بقى؟ هقول لك دلوقتي. في البدايه هما كانوا ما كانوش طبعا عارفين الاسباب الرئيسيه بتاعه الدبريشن، هما كانوا ما كانوش عارفين الاسباب بتاعته او البيس اوف فيزيولوجي بتاعته. عملوا حاجه اسمها هايبوثيسز، اللي هي النظريات اللي بنقول عليها. في من ضمن النظريات دي اللي هي مونو امين هايبوثيسز. ومونو امين يا جماعه يعني المركب بيحتوي على ان اتش 2 واحده زي السيروتون النور ابينفرين والدوبامين. قالوا لك ان الدبريشن نتيجه عن نقص في النور ابنفرين والسيروتونين. طيب النقص ده، فعملوا النظريه دي، وفعلا النظريه وصلت الى ما بقتش نظريه بقى، بقت حقيقه فعلا، بقت حقيقه ان الدبريشن هو عباره عن نقص في النور ابنفرين والسيروتونين. ولكن اشمعنى النور ابنفرين والسيروتونين؟ ده اللي فسرته النظريه اللي اسمها نيوروتروفيك هايبوثيسز. نيوروتروفيك هايبوثيسز، طب ايه النيوروتروفيك هايبوثيسز؟ هنشرحها دلوقتي عشان تعرفنا ليه السيروتونين والنور ابنفرين بالذات اللي لما نقصوا جابوا لي الدبريشن او مرض الاكتئاب. طب احنا نعرف دلوقتي بالتفصيل يا جماعه، الاستريس هرمون او الجلوكوكورتيكويد، الحاجات دي
بتبقى عباره عن ستريس هرمون اللي هي الجلوكوكورتيكويد، دي اسمها ستريس هرمون. طيب ايه علاقتها بالموضوع؟ هنعرف دلوقتي. وايه علاقه المونو امينز اللي هي السيروتونين والنور ابنفرين بالموضوع؟ علاقتهم بالموضوع بتربطهم بفاكتور معين اسمه برين درايفد نيوروتروفيك فاكتور. الفاكتور ده اللي هو العامل ده اللي هو بنسميه عامل التغذيه العصبيه، بنطلق عليه اسم برين درايفد نيوروتروفيك فاكتور بي دي ان اف. العامل ده يا جماعه هو المسؤول عن ايه بقى؟ عن حمايه الاعصاب، بيلعب دور مهم في حماية الأعصاب، بيلعب دور مهم في تكوين الأعصاب، بيلعب دور مهم في الاتصال العصبي. يبقى العامل ده اللي هو النيورو برين درايفد نيوروتروفيك فاكتور من أحد العوامل اللي بتلعب دور مهم جدا في حماية الأعصاب، وبيلعب دور كمان في تكوين الأعصاب وفي الكونكشن أو الاتصال بين الساينابس، بين الساينابس اللي هي الخلية، نهاية الخلية العصبية وبداية الخلية العصبية أخرى. تمام. بيقول لنا ايه بقى شويه معلومات. قال لك الاستريس هرمون او الاستريس اللي هو الجلوكوكورتيكويدز هرمون، الحاجات دي بتقلل من العامل ده اللي هي الاستريس هرمون او الجلوكوكورتيكويدز. العامل ده اللي هو الرسمه دي كلها يا جماعه اللي هو العامل اللي هو برين درايفد نيوروتروفيك فاكتور، الجلوكوكورتيكويد بتقلل من العامل ده. طب خلاص دي معلومه احنا عرفناها. قال لك حاجه تانية، العامل ده يعني بيقل لو الجلوكوكورتيكويد او الاستريس هرمون ده قلل العامل ده في منطقه اسمها الهايبوكامبس. هايبوكامبس دي يا جماعه اللي هي المنطقه اللي هنشوفها دلوقتي في الصوره دي، الهايبوكامبس اللي هي بتنور وتطفي دي، دي بنسميها الهايبوكامبس. طب لو قل في لو الفاكتور ده او البروتين ده قل في المنطقه دي، بيبدا الانسان يحصل له ديبريشن وبيفكر، بيبدا يؤدي الى التفكير في الانتحار. خلاص يبقى عندنا الاستريس هرمون اللي هو الجلوكوكورتيكويد بتقلل الفاكتور ده. طب في حاجه كمان بتزود الفاكتور ده، ايه هي اللي الحاجات اللي بتزود الفاكتور ده؟ قال لك من ضمن الحاجات اللي بتزود الفاكتور المونو امينز، اللي هي الحاجه دي مونو امينز والجلوتاميت والحاجات دي. المونو امينز من احد الحاجات الرئيسيه اللي بتزود لي الفاكتور ده اللي هو برين درايفد نيوروتروفيك فاكتور. فبالتالي المونو امينز لو زادت الفاكتور ده هيزيد، والفاكتور ده مسؤول عن ايه؟ حمايه الاعصاب، تكوين الاعصاب، الاتصال العصبي. يبقى الاتصال العصبي هيزيد، يبقى الاتصال العصبي لما يزيد هيبدا يحصل له انتي ديبريسنت افكت، يعني هيبدا الدبريشن يقل. طيب جميل جدا، يبقى دلوقتي انا عرفت السبب في نقص النور ابنفرين والسيروتونين بالذات، لان النور ابنفرين والسيروتونين هم عباره عن مونو امينز، وهم دول لما بيحصل لهم نقص في البرين، لما بينقصوا في البرين بيقللوا لي العامل ده اللي هو الفاكتور ده اللي هو البرين اللي هو عامل التغذيه العصبيه. لما بيقل العامل ده بيبدا النيرف كونكشن والاتصال العصبي في منطقه الهايبوكامبس بيبدا يقل، فبالتالي الشخص بيبدا يحصل له ديبريشن ويفكر في الانتحار. هل احنا مثلا يا جماعه الكلام يعني واضح وفهمناه؟ ان شاء الله اتمنى ان انتوا تفهموه بالطريقه اللي انا قلتها. طيب زي ما احنا شايفين دلوقتي في الصوره هنا، نشرحها في الصوره بقى تاني، ان هنا الجلوكوكورتيكويد بيقلل الفاكتور ده، اما المونو امين بيزود الفاكتور ده. طب الفاكتور ده بيعمل على الاتصال وحمايه الاعصاب. شايفين يا جماعه دي الديبريست ستيت اللي هي الحاله اللي هي عنده اكتئاب. شايفين الاتصال العصبي، شايفين الحمراء دي مش مرتبطه بالخليه العصبيه اللي هي البيضه دي، يبقى العصب الاحمر مش متصل بالابيض ده. هنا بقى لما بدنا ان احنا المونو امين ونقلل الجلوكوكورتيكويد، المونو امين ابتدت تشتغل بزياده اهي، زي ما احنا شايفين المونو امينز اللي هي السيروتونين والنور لما ابتدى يزيدوا بيبدا ان هم زودوا له الفاكتور ده، فابتدى ان الاتصال العصبي هنا تم بايه؟ تم وحصل اتصال عصبي جيد في منطقه الهايبوكامبس في البرين، فبالتالي ان الايه حصل ايه؟ حصل ان في الدبريشن ابتدى ان هو يتعالج نتيجه ان انا زودت النور. طب العامل ده بيتكون في يوم وليله كده؟ قال لك ان انا لو زودت المونو امين دلوقتي هيتكون دلوقتي؟ قال لك لا، انت لو زودت المونو امين دلوقتي تفضل مزوده لمده اسبوعين او اكتر، لان هو عشان العامل ده يتصنع اللي هو البرين درايفد نيوروتروفيك فاكتور، عشان يتصنع بياخد اسبوعين او اكتر. يبقى انا افضل ازود المونو امين لمده اسبوعين او اكتر، وده اللي اثبت النظريه فعلا، لان كل الادويه اللي بتعالج الدبريشن اللي هي الادويه الرئيسيه اللي بتعالج الدبريشن بتاخد اسبوعين لثلاث اسابيع عشان الشخص يبدا الاكتئاب يروح منه او يبدا يشعر بتحسن، بياخد اسبوعين الى ثلاث اسابيع. ليه؟ لان العامل ده بيبدا يتكون فعلا من اسبوعين لثلاث اسابيع، والنظريه دي اثبتت صحتها بالكلام اللي احنا قلناه ده كله. طيب عشان نختصر الموضوع، عشان يعني دماغكم ما تلفش وتدور مني، عايز اربط لكم الكلام ببعضه.
عشان تبقوا فاهمين الموضوع كويس جدا. الموضوع ببساطة ان في نقص في النور ابنفرين والسيروتونين في البرين، فبيؤدي الى اكتئاب. تمام. النقص ده ناتج النقص ده بيؤدي الى نقص في عامل اسمه عامل التغذية العصبية. لما عامل التغذية العصبية ده بينقص بيبدأ الانسان يشعر بالاكتئاب. لو انا بقى عشان اعالج الانسان المكتئب ببدأ اديله نور ابنفرين وسيروتونين عشان هم ناقصين عنده، فلما يزيدوا بيبدأوا هم يصنعوا لي العامل التغذية ده، عامل التغذية العصبية. فلما عامل التغذية العصبية يبدأ يزيد يبدأ ياخد بياخد من مدة اسبوعين لثلاث اسابيع في تصنيعه، فلما يزيد ويتصنع بعد اسبوعين لثلاث اسابيع يبدأ يزيد ويبدأ الانسان يشعر بتحسن ويبدأ حالة الاكتئاب يخرج منها. ده الموضوع بكل وضوح واتكلمنا عنه دلوقتي، يعني الاسباب الفسيولوجية، الحاجات الميكانيزم بتاع المخ من جوه اللي بيخلي المرض ده ينتج، الميكانيزم في المخ من جوه. طيب تعالوا بينا نعرف الاسباب اللي هي الكوزس اللي هي الاسباب الخارجيه بقى. هل انا خدت دواء مثلا هو اللي خلى العمليه دي تنتج، دواء معين او حاجه حصلت معينه هي اللي خلت العمليه دي تنتج؟ تعالوا بينا نشوف السلايد اللي بعد كده. قبل ما نتكلم في الاستاذ يا جماعه اعذروني لما صوتي يعلى او كده، صدقوني انا ببقى عامل حسابي في كل حلقه ان انا اتكلم بهدوء وافضل هادي، ولكن صدقوني الكلام ده غصب عني. انا لما بخش في الشرح او اندمج في الشرح ويحصل اندماج في الشرح الواحد غصب عنه كده بيحصل له اندماج والصوت بيعلى غصب عن الواحد. لما باجي اسمع الحلقه بقول ياه ايه اللي خلاك تعلي صوتك، ده احنا متفقين من قبل الحلقه ان احنا نفضل هادين، ولكن صدقوني والله الكلام ده غصب عني. تعالوا نتكلم على الاسباب بتاعه الميجور ديبريشن غير الاسباب اللي هي ايه الفسيولوجيه بقى، حاجات خارجيه بقى. قال لك ايه الاسباب الرئيسيه، يعني السبب اللي بيخلي النور ابنفرين والسيروتونين يقلوا سبب غير معروف، ما نعرفش ليه هم قلوا، ولكن احنا عارفين لما قلوا بيحصل ايه، لما بيقلوا بيحصل ايه، بيقلل لي عامل التغذيه وبالتالي بيقلل الاتصال العصبي او الكلام ده كله فبيحصل ديبريشن. طب ايه اللي خلاهم يقلوا بقى، ايه اللي خلى الحاجات دي تقل؟ قال لك الحاجات دي قلت اسباب حاجه كومبلكس، حاجه معقده جدا، معقد جدا ان انت تعرف ليه الشخص المكتئب المونو امينز دي قلت عنده، السيروتونين والنورفن قلت عنده، حاجه معقده جدا. يعني ما زالوا بحثوا ايه السبب الحقيقي ورا الموضوع ده، مفيش سبب حقيقي ورا الموضوع ده، حاجه غير معروفه. ولكن احنا اللي احنا عرفناه فعلا ان الاكتئاب ناتج عن ايه، نقص في الحاجات دي، ولما ينتج نقص يحصل نقص في عامل التغذيه وبيؤدي الاكتئاب. ولكن ايه اللي ايه السبب في النقص اصلا، ما نعرفش السبب في النقص اصلا ايه. ولكن خلي بالك بقول لك ولكن بعض الحالات من الاكتئاب عرفنا نوصل الى سببها. ايه هو سببها؟ قال لك جينيتك فاكتورز، عوامل وراثيه. واحد عنده الجين بتاع العامل التغذيه اللي هو بي دي ان اف اللي هو برين درايفد نيوروتروفيك فاكتور جين، حصل له خلل في الجين ده، فبيؤدي الى ايه، خلل في البروتين اللي هو العامل التغذيه نفسه. لان لما بيحصل خلل في الجين ده هو المسؤول عن ايه، تكوين عامل التغذيه، فبيحدث خلل في تكوين عامل التغذيه فبيؤدي الى اكتئاب. او ممكن بعض الحالات عندها امراض معينه زي هارت ديزيز او ستروك او دايابيتس او كانسر او هايبوثايروديزم عشان في ممكن واحد يفتكر ان هي هايبر او كده، او الباركنسونز ديزيز او الزهايمرز ديزيز. الكلام ده الامراض دي كلها ممكن تؤدي الى ديبريشن. خلاص ده طبعا ناتج عن دراسات، لان بيعملوا دراسه لقوا ان بعض الناس من الباركنسون ديزيز تحولوا الى اكتئاب. طبيعي جدا هو يتحول لاكتئاب. ليه؟ واحد عنده مرض شلل رعاش ولا مرض بيقعد يفكر في المرض كتير، زعلان، الكلام ده كله بيحوله الى اكتئاب. يا تمام، يبقى دي من حالات الميديكال كونديشنز الحاجات. طب في ادويه معينه بتعمل كده؟ قال لك فعلا الانتي هايبرتنسيف ايجنت، البيتا بلوكر والحاجات دي، لو انت استخدمتها لفتره طويله، فتره طويله جدا، فتره طويله جدا، مش فتره طويله وخلاص، لا فتره طويله، بتبدا تدخلك في اكتئاب. سبستانس ابيوز، يعني سوء استخدام او استخدام بكثره، زي الالكول ابيوز. الكول ابيوز يعني الاسراف في تناول الكحولات بيؤدي في بعض الحالات الى نقص في المونو امينز. تمام. السليب ديس اوردر، او واحد ما بينامش كتير او كده ممكن يدخله في اكتئاب. حاجه بقى متعلقه بالاكل، واحد عنده ما بياكلش فيتامين زي الفوليك اسيد او اكل فيه فيتامين بي 12 كتير، او الاوميجا 3 اللي هي موجوده طبعا في زيت السمك والحاجات دي كلها، بيبدا تقل فبالتالي بيحوله لاكتئاب. ولكن خلاصه الموضوع ان الاسباب الحقيقيه اسباب معقده ما قدرناش نوصل لها، ولكن بعض الحالات ممكن تنتج نتيجه الاسباب الاتيه، تك 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 وخلاص. دي الخلاصه بتاعت السلايد دي. تعالوا بينا نتكلم بقى على العلاج بقى.
كده احنا اتكلمنا على المرض بالتفصيل الممل. صدقوني يا جماعه ده كل تفصيليا عن المرض اللي هو مرض الدبريشن. خلاص، ازاي نعالجه بقى؟ طب انت قلت لي سبب الدبريشن نقص في المونو امينز اللي هو السيروتونين والنور ابنفرين. العلاج بسيطه جدا، زود السيروتونين والنور ابنفرين والموضوع خلص. قال لك لا يا حبيبي، ده مرض اكتئاب. مرض اكتئاب مرض نفسي. خلاص، مرض نفسي. المرض النفسي ده علاجه بيختلف شويه. قال لك ايه؟ قال لك علاجه بينقسم الى ثلاث انواع. في علاج بالادويه اللي هي انتي ديبريسنت دراجز، اللي هي الادويه اللي بتعالج الاكتئاب. في علاج بنسميه كونسلنج او سايكو ثيرابي او توك ثيرابي، يعني علاج عن طريق الطبيب النفسي، علاج عن طريق الاستشاره والكلام، ان انا اكلم المريض. وده اهم علاج عندي بصراحه. انا العلاج ده اهم علاج في مرض الدبريشن، لان انا الشخص المكتئب لو انا قعدت معاه وابتديت ان انا اتكلم معاه واتكلم واتحاور معاه مع الدواء اللي هو بياخده هيخف بسرعه، غير لما بياخد الدواء لوحده كده. تمام، وهبدا ان انا ادخله في حياه جديده غير الحياه اللي هو عايشها. يبقى العلاج ده مهم جدا، من احد العلاجات المكتئب، لان انا مش بعالج مرض زي الباركنسون ديز او الامراض اللي هي الابليبسي او الحاجات دي. لا، ده حاجه عنده غير الدبريشن، غير مرض الاكتئاب. او ممكن ان انا استخدم جهاز معين بيعالجه. الاجهزه دي هنتكلم عنها بالتفصيل. طب ايه الانتي ديبريسنت دراجز؟ اول نوع معانا اللي هو تراي سايكليك انتي ديبريسنت، ده هو علاج بنسميه اول علاج تم اكتشافه اللي هو تراي سايكليك انتي ديبريسنت، وسموها تراي سايكليك عشان الاستراكشر بتاعها فيها ثلاث حلقات فسموه تراي سايكليك انتي ديبريسنت. والادويه بتاعت تراي دي اول ادويه تم اكتشافها في علاج الاكتئاب، ولكنها مش الفيرست لاين اوف تريتمنت، مش هي الادويه اللي انا بستخدمها في علاج الدبريشن، مش هي الادويه اللي هي الفيرست تشويس. لا طبعا مش هي الفيرست تشويس. ليه مش هي الفيرست تشويس؟ لانها فيها سيفير سايد افكتس، الاعراض الجانبيه بتاعتها كتير، وبتحتاج الى دراج مونيتورنج، يعني متابعه. ها انت خدت الجرعه كويس؟ طب ها اوعى تكون زودت الجرعه، لو زودتها ممكن يحصل لك كذا. فبتحتاج متابعه كتير، وان انا اشوف نسبه التراي سايكليك انتي ديبريسنت في السيرم والحاجات دي كلها. فهي عشان الاعراض الجانبيه بتاعتها كتير جدا، لذلك مش هي الفيرست تشويس بالنسبه لي. عشان انا دكتور اوصف علاج للمريض اللي هو عنده اكتئاب، مش اوصف له الحاجات دي لانها مش فيرست تشويس. طبعا هنتكلم على الحاجات الافضل. ايه هي الحاجات الافضل؟ هي الحاجات الاقل في السايد افكتس. طب ممكن تقول لي الادويه دي على السريع؟ الاميتريبترين ده، يعني الاميتريبترين ده بيستخدم في، يعني انا كاتب نوتس، يعني عشان الادويه دي ليها كذا ميكانيزم، فاحنا هنتكلم نوتس، يعني ليها اذر افكت، زي بالظبط الانتي هيستامينك في حلقه قبل كده. الادويه دي كلها بتعالج الاكتئاب، ولكن اذر ميكانيزم او اذر يوزز او نوتس، حاجه يعني ايه مشهوره للدواء ده. الاميتريبترين مشهور عنه ان هو ممكن يستخدم في كبروفايلاكسس في المايجرين. النورتريبترين جاي من الاميتريبترين، يعني النورتريبترين ده عباره عن الميتابولايت بتاع الايه؟ الاميتريبترين. كمان عندنا الايميبرامين، الايميبرامين ده بيستخدم في علاج النكتيورنال انيوروسيس او البيد ويتنج، يعني اللي هم الاطفال اللي عندهم تبول لا ارادي بالليل، بيصحوا من النوم بيلاقوا طبعا العمليه بايظه خلاص. ده ممكن يستخدم للاطفال دي اللي عندها تبول لا ارادي. الديسبرامين اللي هو ميتابولايت اوف ايميبرامين، يعني الايميبرامين لما بيحصل له ميتابوليزم بيتحول الى ديسبرامين، والاثنين اكتف والاثنين تراي سايكليك انتي ديبريسنت. لو واحد عنده ليفر ديزيز، يعني عنده فشل في الكبد والكبد هو المسؤول عن الميتابوليزم، اديله الديسبرامين، لان الديسبرامين هو ميتابولايت، هو ميتابولايت جاهز، غير لما اديله اميبرامين. لان لو اديته اميبرامين، الاميبرامين عايز يحصل له ميتابوليزم، هو عنده الكبد بايظ، فبالتالي مش هينفع ان انا اديله وهو عنده الكبد. عندنا الكولوميبرامين، الكولوميبرامين ده بيستخدم في علاج، مش يعني غالبا ما يستخدم في علاج القذف المبكر، لانه بيعمل ديلي للايجاكوليشن، بيعمل قذف مؤخر او بيأخر القذف. وفي صوره كتكوت كده هنتكلم عنه في اخر المحاضره، يبقى نفتكر الكتكوت ده بالكلوميبرامين. في بقى الدوكسيبين، ده غالبا بيستخدم ان هو بيعالج الانسوميا. وعندنا المابروتيلين، ده ملوش اي، يعني ملوش نوتس ان احنا نتكلم عنها. يبقى احنا كده دي الحاجات اللي هي تراي سايكليك انتي ديبريسنت، اللي هي اول حاجات استخدمت في علاج الانتي ديبريس. طب ايه الميكانيزم بتاعها؟ ازاي هي بتعالج الاكتئاب؟ انت قلت لي الاكتئاب ده عباره عن ايه؟
نقص في النور ابنفرين والسيروتونين. قال لك الحاجات دي احنا عندنا يا جماعه شايفين الصوره دي، ده النور ابنفرين او السيروتونين متخزنين في فيزيكال عشان ما يتكسروش، وبالتالي لما يحصل في البري سينابتيك يجي لها اشاره عصبيه تبدا ان هي تفتح الفيزيكال دي هنا وتطلع لي السيروتونين والنور ابنفرين يشتغل على الريسبتور بتاعهم. لما يشتغل على الريسبتور بيحصل لهم ري ابتيك، يعني اعاده هنا، بيبدا يرجعوا تاني ويدخلوا في البامب دي ويبدا يتخزنوا مره اخرى. طيب الشخص اللي عنده اكتئاب ده عنده ديبليشن يعني نقص في النور ابنفرين والسيروتونين، نقص في النور ابنفرين والسيروتونين، مش عنده تكسير في الخلايا اللي في الخلايا العصبيه اللي بتخرج، لا ده هو عنده نقص او كميه غير كافيه من النور ابنفرين والسيروتونين. طب ما اقفل الطريق ده يا جماعه، الطريق اللي بيرجع منه السيروتونين ما اقفله، يعني انا هعمل حاجه اسمها inhibition of free uptake، هعمل inhibition of free uptake، هقفل الطريق ده، ولما اقفله هزود كميه السيروتونين والنور ابنفرين هنا، فبالتالي ان هم هيشتغلوا بكميه كبيره ويبداوا ان هم يشتغلوا، فبالتالي الايفكت بتاعهم هيزيد ويبدا يعالج الايه الدبريشن. الميكانيزم يا جماعه بتاع التراي سايكليك انتي ديبريسنت هو بيعمل inhibition للنيورونال ري ابتيك، يعني بيقفل الري ابتيك بتاع النيورون، فبالتالي بيزيد تركيز النور ابنفرين 5 هيدروكسي تريبتامين في البري سيناب، فلما يزيد تركيزهم بيبدا ان هو خلاص كده يزود الافكت بتاع النور ابنفرين والسيروتون. ولكن وجد ان تراي سايكليك انتي ديبريسنت ليها اذر افكت، ايه هم الاذر افكت؟ قال لك ده بيقفل الالفا 1 ريسبتور، يا نهار ده هيعمل لي سايد افكت رهيب عشان بيقفل الالفا 1 ريسبتور، ده بيقفل الاتش 1 ريسبتور، وفي ناس بتقول كمان بيقفل الاتش 2 خلاص، ولكن هو بيقفل الاتش 1 اكتر ما بيقفل الاتش 2، كمان بيقفل الماسكارينيك ريسبتورز، ده هو كده هيبوظ الدنيا، هو نون سيلكتيف دلوقتي، هو دلوقتي راح عمل لي انهبيشن للري ابتيك ويجي قفل الحاجات دي كلها، طب السايد افكت دي كلها هعمل لها ايه؟ لذلك ما هواش الفيرست اوف تشويس. الفارماكوكاينيتكس بتاعته هنتكلم على الابزوربشن والحاجات دي كلها، هو بيمتص من الجي اي تي نتيجه ان هو لايبوفيليك، هو محب للدهون فبيمتص بالجي اي تي بسرعه. كمان بنام قلت ان هو لايبوفيليك يبقى هيعدي جوه البلاد برين بارير، كمان ان هو بيحصل له ميتابوليزم بالهيبات الميكروزومال انزيم، يعني بيحصل له ميتابوليزم بالليفر ميكروزومال انزيم، يعني لو في حاجات بتاثر على الانزيمات دي هيحصل دراج انتر اكشن معاها. كمان ان هو لو ثيرابيوتيك اندكس، يا نهار يعني هو كمان بيقفل الالفا والاتش 1 والام، كمان يعني هيديني سايد افكت، كمان هو لو ثيرابيوتيك اندكس، يعني ايه لو ثيرابيوتيك اندكس؟ يعني الفرق بين الجرعه العلاجيه والجرعه المميته قليل جدا، يعني لو انا باخد قرصين او قرص او قرصين ما ينفعش اخد اربعه، تمام، لان الفرق بين الجرعه العلاجيه والجرعه المميته قليل، انما في ادويه ممكن اخد 2 3 4 5 ما ياثرش معايا، انما ده قرصين خلاص ما ينفعش 3 او 4 هيحصل توكسيسيتي بقى خلاص. قال لك ان هو الاليمينيشن هاف لايف، يعني الفتره اللي بيطلع منها الدواء من الجسم ممكن بتتراوح ما بين 10 الى 81 ساعه حسب الدواء نفسه، كل دواء ليها. طب فحطينا الفتره دي تتراوح ما بين 10 الى 81 ساعه، بيستخدم مره واحده في اليوم، يستحسن يستخدم قبل النوم خلاص. طب هل انا مثلا لو انا عندي اكتئاب ورحت خدت الدواء ده اللي هو تراي سايكليك انتي ديبريسنت، هل اصحى من النوم الاقي الاكتئاب خف؟ مش هو دلوقتي زود المونوامين والمونوامين هتزيد في نفس الوقت، يعني اول ما باخد القرص المونوامين هتزيد، هل الاكتئاب هيخف؟ لا مش هيخف. يبقى ايه علاقه المونوامين بالاكتئاب؟ العلاقه اللي احنا قلناها اللي هو العامل بتاع التغذيه اللي هو برين درايفد نيوروتروفيك فاكتور، العامل ده ايه؟ قال لك ده هو بيصنع في الجسم، بياخد فتره تصنيعه من اسبوعين الى 3 اسابيع. يبقى انت لما خدت التراي سايكليك انتي ديبريسنت انت فعلا زودت المونو امينز، ولكن المونو امينز لما زادت محتاجه اسبوعين لثلاث اسابيع عشان فتره تصنيع اللي هو عامل التغذيه العصبيه، العامل ده بياخد فتره تتراوح من 2 الى 3 اسابيع عشان يبدا يتصنع، ولما بيتصنع بيبدا الاكتئاب يخف. لذلك هي دي بقى اللي اثبتت النظريه دي، وكانوا طبعا اثبات ان النظريه تثبت بالطريقه دي كان حاجه جميله جدا، لذلك احنا فهمنا بالظبط اشمعنى المونو امينز بالذات هما اللي بيعملوا الدبريشن. اتمنى بجد يا جماعه ان انتوا تكونوا فهمتوها بجد النقطه دي بالذات، تمام. لو ما فهمتوهاش نكتفي ان احنا نقول نقص في النور ابنفرين والسيروتونين اللي هو وتراي سايكليك بتزود النور ابنفرين والسيروتونين، الكلام ده صحيح 100%، ما فيهوش اي حاجه، ولكن انا حبيت ان احنا نعرف كل حاجه بالتفصيل. اتمنى ان انا اكون شرحتها على القدر اللي قدرت ان انا اوصله، تمام، لان الموضوع يعني انا حاسس ان هو كبير شويه، او انا عشان انا قريت فيه كتير فممكن اقول قلت فيه كلام كتير خلاص.
طيب قال لك الافكت بتاع التراي سايكليك انتي ديبريسنت ما بيظهرش في تاني يوم او في الوقت، لا ده انت بتقعد تاخد الدواء لمده اسبوعين او 3 اسابيع لغايه لما الدبريشن يخف عندك، زي ما احنا شايفين في الصوره دي اللي هتوضح لنا. ده الشخص المكتئب بيقعد ياخد الدواء يوم ورا التاني لغايه 3 اسابيع بيبدا يرجع بقى ايه للحاله الطبيعيه بتاعته. لو وقف التراي سايكليك انتي ديبريسنت، لو وقفها يعني هو اول ما وصل اتبسط وبتاع وقال لي خلاص بقى انا هرمي العلاج بقى، يبدا من اسبوعين لثلاثه يرجع مره تانية. ليه؟ لان الوقت اللي بيستهلكه البتاع ده برضه اللي هو العامل التخصصي بيفضل شغال لمده اسبوعين لثلاثة اسابيع، فيبدا يرجع لحاله الاكتئاب مره اخرى. تعالوا بينا نتكلم في الادفرز افكت بتاعه التراي سايكليك انتي ديبريسنت. بتعمل سيديشن لانها بتقفل اتش 1 ريسبتور، يبقى دي بقى الحاجات اللي انا قلت لكم عليها بيعمل اعراض كبيره جدا، اللي هي السيديشن بيقفل اتش 1 ريسبتور تمام، عشان هو بيقفل اتش 1 فبيعمل سيديشن. بيعمل ويت جين يعني بيزود الشهيه ويخلي الانسان يتخن او يزيد في الوزن نتيجه ان هو بيقفل السيروتونين ريسبتور. احنا قلنا ان هي ليها كذا كذا ميكانيزم، اتروبين لايك افكت نتيجه ان هي بتقفل المسكارينيك ريسبتور، سيكشوال ديسفانكشن نتيجه ان هي بتعمل ديلي للايجاكيوليشن، وقلنا في حاجات منها فعلا بتستخدم الاستخدام ده. ليه بيعمل ديلي للايجاكيوليشن؟ لان ليها علاقه بالسيروتونين، الموضوع ليه علاقه بالزياده بتاعه السيروتونين. لما بيقفل الالفا 1 ريسبتور بيعمل حاجات مميزه يا جماعه، نحفظ الحاجات دي. الالفا 1 ريسبتور لما تتقفل بيحصل ايه؟ بيحصل حاجات انا هقول لكم عليها دي. بيحصل بوسيور الهايبوتنشن، بيحصل فلاشنج، بيحصل هيدك، بيحصل ريفلكس تاكي كارديا، بيحصل اوديما. كل حاجه من دي صراحه عايز يعني هقول لك بوسيور الهايبوتنشن ليه؟ لان الالفا 1 دي لما اتقفلت عملت فازو دايلاتيشن، والفازو دايلاتيشن لما حصل عمل بوسيور الهايبوتنشن. خلاص بيعمل فلاشنج ليه؟ لان الاحمرار ده ناتج عن اتساع الاوعيه الدمويه، والهيدك ناتج عن اتساع الاوعيه الدمويه اللي في المخ، وريفلكس تاكي كارديا ناتج عن ان الاوعيه الدمويه لما وسعت ايه اللي حصل؟ القلب حاول ان هو يقاوم الاتساع ده، ان هو يزود عدد ضربات القلب. وقلنا الكلام ده قلناه قعدنا نعيد ونزيد فيه في حلقات سابقه كتير، لذلك الكورس ده بيعتمد ان انت بتسمع حلقه ورا الثانيه حلقه ورا الثانيه. خلاص اوديما فورميشن لانه زود الكابيرالي بيرميابيلتي، بيعمل سيكشوال ديسفانكشن، بيعمل ديلي للايجاكوليشن احنا قررناها هنا مرتين. سيجرز لانه بيقلل لي حاجه اسمها سيجرز ثري شولد، يعني ما ينفعش يتاخد مع مرض الابيليبسي. ليه بقى؟ لان انت الجسم في حاجه فيه او المخ في حاجه فيه اسمها سيجرز ثري شولد. يعني ايه سيجرز ثري شولد؟ يعني زياده الكهرباء اللي في المخ ليها حد معين، ليها حد معين، ليها رينج معين بتزيد فيه. الرينج ده ابتدى يقل، ان هي لما بتزيد مثلا عند مثلا حاجه معينه ما بيحصلش سيجرز، اما لو زادت عن عدت الموضوع ده بيحصل سيجرز. الفتره دي بتبدا تقل بقى، او المسافه دي بتبدا تقل اللي هي الثري شولد دي بتبدا تقل، فهو اللي بيقللها هو التراي سايكليك انتي ديبريسنت بيقلل السيجرز الثري شولد. فلو المريض عنده صرع، الصرع بيجي له اكتر، النوبات بتجي له اكتر. اخطر عرض جانبي اسمه كارديو توكسيسيتي، معلش يا جماعه بس ايه صوت تعبان شويه. الكارديو توكسيسيتي اللي هو بيحصل حاجه في القلب بقى، توكسيسيتي في القلب دي بنسميها بيحصل اريزميا، ومش اي اريزميا، ده فيت الاريزميا ممكن تؤدي الى الوفاه. قال لك التراي سايكليك انتي ديبريسنت في الجرعه العاليه، وانا لازم نقول في الجرعه العاليه مش الجرعه العاديه، في الجرعه العاليه بيبقى ليها كونيدين لايك افكت، بتقفل الكونيدين ده يا جماعه الدواء، الكونيدين ده دواء من احد الادويه اللي بتعالج الاريزميا، بيقفل الصوديوم تشانل. فلما يقفل الصوديوم تشانل يبدا المريض الدواء ده بيبقى ليه كونيدين لايك افكت، لانه بيقفل الصوديوم تشانل اللي في القلب، فلما الصوديوم تشانل اللي في القلب بتتقفل بيحصل اريزميا. كمان مش كده وبس، ده بيقفل النور ابنفرين ابتيك في الهارت، والنور ابنفرين ابتيك يعني لو النور ابنفرين فضل بكميه زياده في الهارت هيزود عدد ضربات الهارت. كمان مش كده وبس، ده ليه اتروبين لايك افكت او انتي كولينرجيك افكت، برضه بيعمل اريزميا. يبقى عندنا احتمال حدوث الاريزميا احتمال كبير جدا، لو الجرعه بتاعه التراي سايكليك انتي ديبريسنت زادت جدا الشخص بيحصل له وفاه او بيجي له اريزميا. هحكي لكم موقف يا جماعه، في بنت كانت بتحب واحد والاثنين بيحبوا بعض وعلاقه رومانسيه مع بعض. الشخص ده طبعا كان وعدها بالجواز وكل حاجه والكلام ده كله، وكان بيحبوا بعض جدا جدا وكانت هي بتحبه جدا. الشخص ده فجاه عرفت ان هو خطب، فجاه الموقف ده فعلا يا جماعه حصل حقيقي، يعني فجاه عرفت ان هو اتخطب ماشي. الشخص اللي هي بتحبه ده هي فجاه حصل كده، فدخلت في اكتئاب البنت دي، حصل لها اكتئاب. الاكتئاب ده
راحت تكشف، فالدكتور طبعا وصف لها الدواء. انا ما اعرفش صراحه الدواء ده، ولكن انا واحد حكى لها عن موقف وصف لها هو الدواء ده خدته تمام. بعد شويه حصل لخبطه في ضربات القلب، راحت لدكتور قلب حصل لها اريزمي. شايفين الموقف ده بقى؟ عيب، عيب مين بقى؟ عيب الدكتور اللي وصف الدواء، لان هو بيوصف دواء زي تراي سايكليك انتي ديبريسنت، واحنا في عندنا سايد افكت. ممكن هي زودت الجرعه او ما نبهاش ان هي تزود الجرعه، ما نبهاش ان الجرعه لو زادت ممكن يبقى في خطوره او كده. يعني شايفين الموقف من الاول، كان الاول اكتئاب، دلوقتي حصل في مرض قلب اللي هو الاريزميا، لخبطه في ضربات القلب. فين وفين بقى لما الاريزميا تتعالج؟ ولو زادت عن كده ممكن يؤدي الى الوفاه. يعني شايفين خطوره الموقف اللي انا بقوله لكم. تعالوا بينا نتكلم في اخر حاجه في تراي سايكليك، لان دي الحاجه الرئيسيه. طبعا احنا متعودين في فارما تيوب بنتكلم على الحاجه الرئيسيه بكل تفصيل، الحاجات اللي جايه كلها حاجات سهله جدا جدا ورا بعض ونخلص من الموضوع. الادويه دي يا جماعه هل ينفع نستخدم، ايه الكونترا انديكيشن؟ يعني ما ينفعش نستخدمها معايا. طبعا انت قلت لي ليها سايد افكت كتير، ان هي بتقفل الاتش 1 وبتقفل المسكرينك، تقفل المسكرينك عليها اتروبين لايك افكت، يعني بتعمل يورينري ريتنشن، يعني تعمل احتباس في البول. ما ينفعش استخدمها مع بناين بروستاتيك هايبر بليز، واحد عنده احتباس في البول ادي له دواء بيعمل احتباس في البول؟ او ينفع، ما ينفعش استخدمه مع اليورينري تنشن اللي هو احتباس في البول برضه. ما ينفعش استخدمه مع الجلوكوما، لان الاتروبين اصلا بيعمل جلوكوما، وهي ليها اتروبين لايك افكت لانها بتقفل المسكرينك، فما ينفعش ده مع الابيليبس لانها بتقلل اللوير ثري شولد. ايه هي الدراج انتر اكشن؟ ينفع اخد الادويه دي مع ايه؟ قال لك ما ينفعش تاخدها مع الوارفرين او الاسبرين. ليه بقى؟ فاكرين يا جماعه في محاضرات الجنرال في البدايه خالص قلنا ان اي دواء بيخش في البلازما وبيرتبط بالبلازما بروتين، لما بيرتبط بالبلازما بروتين بيتحول الى ان اكتف، ولما وشويه منه بيرتبطوا بالبلازما بروتين وشويه منه بيفضلوا فري. الشويه الفري دول هم اللي اكتف وهم اللي بيشتغلوا، لما بتبداوا يخلصوا ويخرجوا بره الجسم بيتحول شويه من اللي هم ارتبطوا بالبلازما بروتين اللي هي البروتين اللي في البلازما اللي هم مرتبطين دول، بيتحولوا الى فري، يعني بيفكوا من البلازما تاني ويتحولوا الى فري دراج، يعني مش مرتبطين بحاجه وابتدوا يشتغلوا. طبعا ما حدش شايفها بالكلام اللي انا بقوله ده غير اللي سمع المحاضرات بتاعه الجنرال فارماكولوجي. خلاص، يبقى عندنا دلوقتي الدواء اي دواء، يعني معظم الادويه كلها بتروح في البلازما وترتبط بالبلازما بروتين، لما ترتبط في البلازما بروتين شويه منهم بيرتبطوا وشويه ما بيرتبطوش، الشويه اللي ما بيرتبطوش هم اللي بيشتغلوا في الجسم، لما بيخلصوا شويه من اللي مرتبطين بيبداوا يشتغلوا، يعني ويشتغلوا، عشان كده بيحصل ان الشغل بتاع الدواء بيفضل فتره طويله في الجسم، لان لو ما حصلش البلازما بروتين باوندنج كل الادويه الدواء هيشتغل في نفس الوقت وهيخلص بسرعه ويخرج بره الجسم بسرعه. تمام، قال لك التراي سايكليك بتعمل ايه بقى؟ بتحل محل الاسبرين والوارفرين، يعني الوارفرين والاسبرين الاثنين دول ليهم مكان ليهم نفس المكان في البلازما بروتين. قال لك التراي سايكليك لو الشخص ده خده بيبدا التراي سايكليك هو اللي يقول للوارفرين والاسبرين قوموا انتوا لان انا ليا افينيتي عاليه، فيقومهم من البلازما بروتين ويقعد هو على البلازما بروتين، فالوارفرين والاسبرين هيزيدوا في الدم، فلما يزيدوا في الدم هيحصل توكسيسيتي من الوارفرين والاسبرين فيحصل هيموريج، لان الوارفرين ده المفروض ان هو يعمل يعمل ان هو يقلل اللزوجه، فلما يزيد خالص اللزوجه تقل خالص فيعمل هيموريج نزيف. ليفر مايكروزومال انزيم انهبيتور او انديوزر، ما ينفعش استخدمه مع الليفر مايكروزومال انزيم انهبيتور زي السيميتيدين او الحاجات دي كلها او الانديوزر زي الفينيتوين. ما ينفعش استخدمه مع الكلونيدين، لان لو استخدمت تراي سايكليك انتي ديبريسن مع الكلونيدين هيحصل سيفير هايبرتنشن. ما ينفعش استخدمه مع الكلونيدين، لان الكلونيدين لو اللي هو الدواء اللي بيعالج الاريزمي لو استخدمته مع الكلونيدين وهو اصلا ليه كلونيدين لايك افكت هيعمل اريزمي. ما ينفعش استخدمه مع الماو انهبيتورز، لان انا الماو انهبيتورز دي بتعمل ايه؟ الماو انهبيتورز دي بتزود النور ابنفرين، والتراي سايكليك بتزود النور ابنفرين، فالنور ابنفرين هيزيد خالص، فلما يزيد خالص هيعمل حاجه اسمها هايبرتنسيف كرايزيس، يعني ضغط مرتفع جدا او emergency hypertension. ما ينفعش استخدمه مع السيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز، لان السيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز هيعمل لي هيزود لي السيروتونين، لان انا عندي سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز حاجات بتعمل انهبيشن للري ابتيك بتاع السيروتونين بس، والتراي سايكليك برضه بيعمل للسيروتونين، فالسيروتونين هيزيد جدا فيعمل لي الاعراض بتاعه زياده السيروتونين اللي هي السيروتونين سيندروم. كده احنا خلصنا التراي سايكليك واتكلمنا عنها بالتفصيل، تعالوا نشوف هنتكلم عن ايه بقى. بعد كده معانا مجموعه ثانيه من الادويه اسمها سيروتونين نور ابينفرين ري ابتيك انهبيتورز، يعني بتعمل انهبيشن للري ابتيك بتاع السيروتونين والنور ابينفرين. يا جماعه الادويه اللي احنا هنتكلم عنها دي كلها بتعمل انهبيشن للري ابتيك، يعني ايه انهبيشن للري ابتيك؟
يعني بتمنع الري ابتيك بتاع السيروتونين او النوربينفرين. خلاص التراي سايكليك دي مجموعه من الادويه اسمها تراي سايكليك لانها بتحتوي في الاستراكشر بتاعها على ثلاث حلقات من ثلاث حلقات كيميائيه، فالثلاث حلقات دول سميناها تراي سايكليك. خلاص طيب التراي سايكليك دي ضمناها في اول مجموعه لانها اول مجموعه اكتشفت وهي بتعمل انهبيشن للسيروتونين والنوربينفرين ري ابتيك، بتعمل انهبيشن للسيروتونين والنوربينفرين للري ابتيك بتاعهم، لذلك احنا بنستخدمها في علاج ايه مرض الاكتئاب، وعرفنا الاعراض بتاعتها لانها ليها اذر افكت او بتقفل كذا ريسبتور، فعرفنا الاعراض بتاعتها كلها واتكلمنا عنها بالتفصيل. طب ايه هي المجموعه الثانيه من الادويه؟ قال لك مجموعه بتعمل انهبيشن للري ابتيك بتاع السيروتونين والنوربينفرين. ايه يا عم انت هتشتغلني ولا ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله لي ده؟ ما كتبتهمش ليه في التراي سايكليك انتي ديبريس؟ ما نفس الميكانيزم اللي انت بتقوله يا عم، ما هم مش تراي سايكليك انتي ديبريس، هم الاستراكشر بتاعهم مش تراي سايكليك، ما فيهوش الثلاث حلقات، مش الشكل بتاعه الكيميائي ما هوش تراي سايكليك، لذلك عملناها في ايه؟ في مجموعه ثانيه اللي هي مجموعه لوحدها بنسميها سيروتون النور ابنفرين، يعني حاجات بتعمل انهبيشن للسيروتون والنور ابنفرين ري ابتيك وما هياش تراي سايكليك انتي ديبريس. يعني انت شايفين الكلام بيتكلم ازاي؟ خلاص طيب الحاجات دي انلايك تراي سايكل، يعني في الاستراكشر انلايك في الاستراكشر، ولكن ليها سايد افكت بتاع السايد افكت اقل من التراي سايكل بكتير، السايد افكت بتاع الحاجات دي اقل من التراي سايكل بكتير، الميكانيزم بتاعها نفس الميكانيزم بتاع التراي سايكل انتي ديبريسنت، ولكن السايد افكت بتاعتها بتتلخص في النوزيا والبومتنج والسيكشوال ديسفانكشن. جميع السيكشوال ديسفانكشن اللي هتكلم عنها، سيكشوال ديسفانكشن معناها ايه؟ معناها ممكن يبقى امبوتنس يعني ضعف جنسي، او يبقى ديليد في الايجاكوليشن تاخير القذف من احد فشل ديس فانكشن او خلل وظيفي في سيكشوال في العمليه الجنسيه. يعني تاخير القذف هو خلل وظيفي في العمليه الجنسيه، يعني ما هياش حاجه حلوه تاخير القذف، ما هوش حاجه حلوه، هو حاجه حلوه للانسان اللي عنده يعني عنده سرعه، تمام، ده اللي هو حاجه حلوه بالنسبه له، اما الانسان الطبيعي دي حاجه وحشه، مش حاجه حلوه، وحشه طبعا ممكن تبقى حلوه بالنسبه له، ولكن الشخص الاخر اللي هي الست بتبقى وحشه بالنسبه له. خلاص، لان العمليه بتبقى متناسقه بين الاثنين. خلاص، الوقت اللي بيستمر هنا او الوقت اللي بيستمر هنا بيبقى فيه تناسق بين الايه الاثنين، لذلك سيكشوال ديسفانكشن ممكن يبقى امبوتنس او ديلي في الايجاكوليشن، والناتج عنها هي السيروتونين. السيروتونين اللي هو الخلل في السيروتونين هو اللي بيعمل سيكشوال ديسفانكشن في الديلي في الايجاكوليشن. طب ايه هم الدوايين دول اللي بيعملوا سيروتونين نورابينفرين ري ابتيك انهبيتورز؟ الفينلافاكسين والديولوكسيتين. فينلافاكسين والديولوكسيتين، الفينلافاكسين والديولوكسيتين دول الحاجات اللي هم سيروتونين نورابينفرين ري ابتيك انهبيتورز وما هماش تراي سايكليك. طب قول لي معلومتين عنهم. اقول لك ان فينلافاكسين ده بيعمل انهبيشن للسيروتونين ري ابتيك في الدوز العاديه، ولكن ما بيعملش نورابينفرين ري ابتيك انهبيتور غير في الهاي دوز، يعني هو في النورمال دوز بيعمل بيقفل الري ابتيك بتاع السيروتونين بس، ولكن في الهاي دوز بيقفل الري ابتيك بتاع السيروتونين والنوربينفرين، وهو الليفر ماكروزومال انزيم انهبيتور قليل شويه، ولما بيحصل له ميتابوليزم بيتحول الى ديس فينلافاكسين. هو برده نفس نظام الديس فينلافاكسين ده بيشتغل زيه زي الفينلافاكسين، يبقى الفينلافاكسين لما يحصل له ميتابوليزم بيتحول الى اكتيف ميتابولايت اسمه ديس فينلافاكسين، بيشتغل زي الفينلافاكسين بالظبط. الديولوكسيتين ده بيعمل انهيبيشن للسيروتونين نورابينفرين ري ابتيك في جميع الجرعه، سواء كان جرعه قليله او زياده، بيعمل انهيبيشن للسيروتونين والنورابينفرين وهو بوتنت انهيبيتور. تعالوا بقى نتكلم على الحاجات اللي بعد كده. الحاجات اللي بعد كده يا جماعه حاجات سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهيبيتورز، ملهاش علاقه بالنورابينفرين خالص، ده هي بتقفل الري ابتيك بتاع السيروتونين بس، ما بتعملش حاجه في النورابينفرين. الحاجات دي هي الفيرست لاين اوف تريتمنت، هي افضل علاج للديبريشن، هو الفيرست لاين، هو اول علاج الدكتور بتاع الاخصائي هو اللي بيكتبه للمريض المكتئب، بيكتب له حاجه سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور، لان السايد افكت قليله طبعا، وبنام السايد افكت قليله هي الدراج اوف تشويس عندي في الديبريشن. الحاجات دي بتقفل الري ابتيك بتاع السيروتونين، لما بتقفل الري ابتيك بتاع السيروتونين فقط كده السايد افكت قليله، ما بتقفلش الكولينرجيك، ما بتقفلش الاتش 1 ريسبتور، ما بتقفلش الالفا 1 ريسبتور، لذلك السايد افكت قليله. الحاجات دي يا جماعه الافكت بتاعها بيظهر من اسبوعين لثلاثه بالظبط، الاسبوعين لثلاثه ده الوقت اللي بيستغرق فيه تصنيع العامل اللي هو عامل التغذيه العصبي اللي هو برين درايفد نوروتروفيك فاكتور، العامل ده بيستغرق من اسبوعين لثلاثه عشان يتكون، لذلك برضو الحاجات دي بتاخد اسبوعين لثلاث اسابيع. ليه؟ لان ممكن واحد جاله اكتئاب
وراح للدكتور وخد الدواء، وبعد يومين انا لسه مكتئب، لسه انا لسه زعلان، ايه الدواء ده مش شغال ولا ايه؟ بعد اسبوع الدواء ده مش شغال، يروح للدكتور تاني، ايه يا دكتور انت كاتب لي دواء دكتور بتاع اكتئاب ده ولا بتاع يا دكتور؟ الدواء يا دكتور مش راضي يشتغل يا دكتور، بقالي اسبوع باخد الدواء وما حسيتش باي حاجه. الدكتور يقول له الدواء التحسن بتاعه او الشغل بتاعه بيبدا يظهر بعد اسبوعين الى 3 اسابيع. ليه يا دكتور ما قلتليش من الاول يا دكتور؟ ما كنت تقول يا دكتور بدا الكلام ده كله فعلا ممكن يحصل، او ممكن الانسان يعني يصادفه مواقف زي دي. الادويه دي بنلخصها باروكسيتين، سيتالوبرام، السيتالوبرام، سيرتالين، فلوكسيتين، فلوفكسامين. خلاص دي الادويه بتاعت السلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور. الحاجات دي ملهاش الكلام ده كله قلناه يا جماعه، بتستخدم في الدبريشن وكمان في مرض اسمه اوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردرز اللي هو مرض الوسواس القهري. يعني ايه وسواس قهري؟ واحد كل شويه يقول يا نهار اسود هو انا قفلت الشباك؟ لا ما قفلتوش. طب راح اقفل، هو انا قفلت باب الشقه؟ ما قفلتوش. ده بس مش عادي، ده بقى حاجه يعني بكثره بكثره جدا. ده مرض اسمه الوسواس القهري، بيستخدم في علاج الوسواس القهري، وافضل الادويه اللي بتستخدم في الحاجات دي الفلوكسيتين والفلوفوكسامين، بيستخدموا في المرض ده. والمرض ده طبعا هناخده في المحاضره الجايه اللي هو اوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر. الادفيرس افكت السايد افكت اللي احنا هنتكلم عنها في سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز قليله جدا بالنسبه للتراي سايكليك انتي ديبريسنت. بتتلخص ان بيحصل للمريض سليب ديستربنس، سيكشوال ديسفانكشن. يعني ايه السيكشوال ديسفانكشن اللي هنا؟ لان السيكشوال ديسفانكشن في كل الحاجات اللي بتزود السيروتونين نتيجه بيقلل الليبيدو اللي هي الرغبه الجنسيه وليست القدره، الرغبه الجنسيه او الشهوه الجنسيه. كمان بيعمل ديلي للايجاكوليشن يعني تاخير في القذف. بعد كده بيعمل حاجه اسمها سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز ويزدرول سيندروم. يعني واحد بياخد الادويه دي لمده 6 شهور وفجاه بطلها، بيعمل حاجه اسمها ويزدرول سيندروم بتاع السيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز، او بنسميها ديسكونتينيويشن سيندروم. بتتميز بوجود صداع واجيتيشن وفلو لايك سيمبتومز وتشينج في السليب باترن. تمام. من احد الاعراض المهمه طبعا واخر عرض معانا حاجه اسمها سوسايدال اتاكس سبيشالي ان تشيلدرن اند تين ايجرز. خلاص يعني التفكير في الانتحار او التفكير في الموت عند الاطفال فقط، يعني خاصه في الاطفال، وخاصه في الاطفال اللي عندهم 10 سنين. تمام. الدراج انتر اكشن يا جماعه، السيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز لو استخدمتها مع التراي سايكليك ايه اللي هيحصل؟ هيحصل سيروتونين سيندروم. او ولو استخدمتها مع الماو انهبيتور هيحصل سيروتونين سيندروم، لان الماو انهبيتور بتزود السيروتونين والتراي سايكليك بتزود السيروتونين والسيلكتيف سيروتونين اصلا بتزود السيروتونين. يبقى السيروتونين زاد بكثره جدا، وصل ان هو عمل حاجه اسمها سيروتونين سيندروم. طب ايه هي الاعراض بتاعت السيروتونين سيندروم؟ طبعا احنا خدناها قبل كده في حلقه السيروتونين في الاوتاكويدس، ممكن نرجع ليها ونعرف ايه هي الاعراض بالتفصيل، لان ممكن في السي ان اس يتشرح الاعراض دي، ولكن احنا شرحناها قبل كده. بعد كده يا جماعه هنعمل ري انهبيشن للري ابتيك بتاع النور ابنفرين، بس انهبيشن للنور ابنفرين، الري ابتيك بتاع النور ابنفرين بس. دواء اسمه ريبوكسيتين هو اللي بيعمل انهبيشن للري ابتيك بتاع النور ابنفرين فقط. خلاص وملوش اوتونوميك سايد افكت. ده بس كل الكلام اللي هنتكلم عنه. بعد كده بقى بنخش في حاجه اسمها اتيبيكال انتي ديبريسنت، حاجات اتيبيكال يعني هنشوف حاجات مختلفه شويه، مش الكلاسيك، مش الشغل الكلاسيك اللي اتكلمنا عنه. يعني ممكن نلاقي حاجه بتعمل انهبيشن لحاجه ثانيه او بتقفل ريسبتور غريب شويه، يبقى حاجات ما هياش كلاسيكال زي اللي اتعودنا عليها في التراي سايكليك والسيلكتيف سيروتونين والنوربريف والحاجات دي، بنسميها اتيبيكال انتي ديبريسنتس. اول حاجه معانا البابروبيون. بابروبيون الدواء ده بيشتغل ايه بقى؟ بيعمل انهبيشن للري ابتيك بتاع النور ابنفرين والدوبامين. ما دام قلت دوبامين، خلي بالكوا الدواء الوحيد اللي بيعمل انهبيشن للري ابتيك بتاع الدوبامين وبيستخدم في علاج الدبريشن هو البابروبيون. لذلك سميه يونيك انتي ديبريسنت. يونيك انتي ديبريسنت يعني يونيك، دي يعني فريد من نوعه او حاجه وحيده يعني. خلاص لذلك ممكن يقول لك دواء اسمه يونيك انتي ديبريسنت يستخدم، ده سؤال مشهور جدا تقول له البابروبيون. خلاص البابروبيون ده هو اللي بيعمل انهبيشن للدوبامين والنورابينفرين، انهبيشن للري ابتيك يعني. بيستخدم فين البابروبيون؟ قال لك بيستخدم وافكتيف قوي ان هو بيعمل
بيعمل سموكينج كويتنج، يعني الاقتلاع عن التدخين. واحد بيدخن فممكن ياخد الدواء ده عشان يقتلع عن التدخين، نتيجه ان هو بيعمل انهبيشن للدوبامين. كمان في حاجه كمان، ان هو ملوش سيداتيف افكت، ولكن ممكن يعمل سيجرز في الهاي دوز. في الهاي دوز ممكن يعمل سيجرز. بعد كده الدواء تاني معانا في الاتيبيكال انتي ديبريسنت اللي هو ميرتازابين. الميرتازابين ده بيعمل ايه؟ قال لك بيقفل الالفا 2 ريسبتور. خلي بالك الحاجات دي حاجات غريبه، لذلك حطيناها في حاجه اسمها اتيبيكال. يعني ايه الفا 2 ريسبتور؟ احنا مش قلنا الالفا 2 ده موجود في البري سيناب، والالفا 2 ده انهبيتوري، تمام؟ يعني ايه انهبيتوري؟ يعني لما بيحصل له استيميوليشن بيقلل الريليز بتاع النور ابنفرين، ولما يحصل له بلوك بيزود الريليز بتاع النور ابنفرين. فالدواء ده اللي هو ميرتازابين بيعمل بلوك للبري سينابتيك الفا 2 ريسبتور، فبيزود الريليز بتاع النور ابنفرين. خلاص، ملوش علاقه بالري ابتيك على الاطلاق، ملوش علاقه بالري ابتيك. ممكن يشتغل كانتاجونست لل 5 هيدروكسي تريبتامين من النوع 2. ليه بوتنت سيداتيف افكت؟ لانه ليه بوتنت انتي هيستامينك، بيقفل اتش 1. يبقى من احد الاعراض الجانبيه المشهوره جدا في الميرتازابين حاجتين، بينوم وبيتخن، بيعمل سيداتيف افكت وبيعمل انكريز للابيتايت، لانه بيقفل ال 5 هيدروكسي تريبتامين من النوع 2 سواء كان 2 بي او 2 سي. يعني الحاجات دي مشهوره جدا في بيزود بيعمل ستيميوليشن للابيتايت اللي هي الشهيه. فدي من احد العرضين المهمين جدا، نفتكر الصورتين دول ونفتكر الميرتازابين بيعمل كذا. بعد كده هنتكلم على اخر حاجه معانا اللي هي ماو انهبيتورز، اللي هي مونو امين اوكسيديز انهبيتورز. احنا عرفنا يا جماعه ان في انزيم اسمه ماو انزيم اللي هو مونو امين اوكسيديز. هذا الانزيم هو المسؤول عن الميتابوليزم بتاعه الكاتيكولامينز سواء كانت نور ابينفرين او سيروتونين او دوبامين. الانزيم ده وجد ان هو نوعين، ماو ايه وماو بي. الماو ايه هو المسؤول عن الميتابوليزم بتاع النور ابينفرين والسيروتونين والدوبامين، اما الماو بي هو المسؤول عن الميتابوليزم بتاع الدوبامين فقط. تمام، عندنا بقى الماو بي اتكلمنا عنه في حلقه الباركنسونز ديزيز. النهارده هنتكلم على الحاجات اللي بتعمل انهبيشن للماو انزيم. ليه؟ لان انا لو وقفت الانزيم اللي بيكسر الكاتيكولامين هزود الكاتيكولامين، يعني هزود النور بالفرم والسيروتونين، وهو التاثير المطلوب في علاج المرض اللي هو الدبريشن. خلاص، عندنا النون سيلكتيف ماو انزيم اللي هي بتقفل الماو اي والماو بي اللي هو فينيلزين ايزوكربوكسيزايد ترانيلسيبرومين. عندنا السيلكتيف ماو انهبيتورز اللي هو موكلوبامايد والكلوروجيلين. عندنا حاجات بيستخدموا في الدبريشن والفوبيك ديس اوردر، فوبيك اللي هي امراض الذعر والخوف والحاجات دي، اللي احنا بنستخدم احسن ان احنا نستخدم سيلكتيف ماو. نستخدم سيلكتيف ماو لانها ريفيرسبل. سايد افكت انسومنيا تريمرز دراي ماوس بلارد فيجن، عشان ليها اتروبين لايك افكت. في عندنا تفاعل مشهور جدا اسمه تفاعل الجبن او تفاعل الجبنه، تمام؟ تفاعل الجبنه ده اللي هو التشيز رياكشن او الفود دراج، تمام؟ التفاعل ده ممكن يجي في امتحان او مشهور جدا من احد الاسئله اللي بتيجي في امتحانات في الشورت نوت، يقول لك التشيز رياكشن اللي هو تفاعل الجبنه. تفاعل الجبنه ده عباره عن ايه؟ احنا عندنا يا جماعه الجبنه القديمه اللي هي بنسميها الريب تشيز، اللي هي الجبنه القديمه مليانه مركب اسمه التيرامين. التيرامين ده جاي من حمض امينو اسمه التيروزين، يعني التيروزين ده بيجي منه التيرامين. التيرامين ده موجود في الجبنه القديمه، وكمان ممكن يبقى موجود في الزبادي او الفول، ولكن هو مشهور جدا بكميه كبيره في الجبنه القديمه اللي هي الريب تشيز. طيب التيرامين ده بيعمل ايه؟ قال لك التيرامين لما بيتاج، انت اكلت جبنه قديمه فيها تيرامين والتيرامين راح للليفر، فالتيرامين ده بتكسر بالماو. التيرامين بتكسر بالماو، انت خدت دواء اسمه ماو انهبيتورز، خدت دواء اسمه ماو انهبيتورز، فالماو انهبيتورز كسر الماو قبل ما التيرامين، فالتيرامين جه في الليفر عشان يتكسر، ما لقاش الماو اللي هو المونو امين اوكسيديز، ما لقاش الماو فمش هيتكسر، فهيروح رايح فين؟ للنيرف اندنج. التيرامين لما يروح للنيرف اندنج المفروض النيرف اندنج فيها ماو، فهيقول لك لا انا خلاص هتكسر في الماو بقى. فليه ان الماو انهبيتورز اللي هي الادويه اللي عملت انهبيشن للماو قفلت الماو، فالتيرامين مش هيتكسر. قول يا نهار اسود، ده التيرامين ما اتكسرش. التيرامين اصلا عباره عن ريليزنج ايجنت بيزود النور ابنفرين، فانت بقى جيت خلاص، انت اللي سمحت لي يا ماو انهبيتورز ان انا اوصل للمكان ده، فده ما انا وصلت للنير بيندنج هزود النور ابنفرين عشان ده شغلي. فلما يزود النور ابنفرين، والماو انهبيتورز اصلا هي اللي زودت النور ابنفرين، لان الماو برضه بتكسر النور ابنفرين، فالنور ابنفرين ما اتكسرش، والتيرامين زود النور ابنفرين اكتر، فاشتغل على البلاد فيزلز، عمل على الالفا 1 عمل فازو كونستريكشن، واشتغل على البيتا 1 اللي في الهارت فعمل زود الكاردك اوت بوت. فازو كونستريكشن جامد جدا وكاردك اوت بوت جامد جدا، عمل حاجه اسمها هايبر تنسيف كرايزس، يعني ضغط مرتفع جدا جدا ولازم يتعالج بسرعه بحقن فينتولامين او صوديوم نيتروبلوسايد عشان تعمل فازو دايليتيشن بسرعه وتعالج المريض ده. ده اسمه التشيز رياكشن اللي اتكلمنا عنه.
ان الشخص ياكل جبنه قديمه وياخد ماو انهبيتورز، ياخد الدواء اللي هو ماو انهبيتورز، وخاصه اللي هي الحاجات اللي هي نون سيلكتيف ماو انهبيتورز لانها irreversible وبتقعد فتره طويله. تعالوا بينا نتكلم بعد كده في كده. احنا خلصنا العلاج بالادويه، العلاج بالادويه، علاج الاكتئاب بالادويه خلصناه. تعالوا بينا نعالج الاكتئاب سايكوثيرابي، نعالجه بالطبيب النفسي، بيبقى ليه علاج في الموضوع اللي هو بيعمل له كونسلنج او يرشده او يتحدث معاه. لان الاكتئاب يا جماعه، كون ان انا اخرج المريض من الحاله اللي هو فيها ده مهم جدا ومفيد جدا. ليه بقى؟ اقول لك مفيد ليه. اولا الاكتئاب بتاعه هيروح بسرعه، يعني هو باخد الدواء وانا بكلمه، يبقى انا بكلمه وبعالجه سايكوثيرابي علاج نفسي مع الدواء اللي هو بياخده، هيتعالج بسرعه اسرع مما ياخد الدواء لوحده خلاص. وكمان هيمنع ان الاكتئاب يرجع له مره اخرى. دي من احد الحاجات المميزه، ان انا اعمل كونسلنج للمريض بتاع الاكتئاب. ده مهم جدا الكونسلنج عند مريض الاكتئاب. هل في علاجات اخرى للاكتئاب حديثا؟ والعلماء والعلماء طوروا من علاجات اجهزه بتعالج الاكتئاب، اجهزه مختلفه جدا هنشوفها دلوقتي وهنشوف ايه علاقتها بالاكتئاب. احنا المفروض كده يبقى خلصنا الاكتئاب، ولكن لازم نتكلم على جميع العلاجات المتاحه في مرض الاكتئاب. خلصنا على جناب الادويه، الادويه اللي زودت الهدف منها ان هو يزود النورابينفرين والسيروتونين. سايكوثيرابي الهدف ان هو يخرج المريض من الحاله المكتئبه اللي هو فيه. اما العلاج بالاجهزه، عندنا علاج باستخدام اجهزه طبيه، باستخدام جهاز الكهرباء اللي هو الكترو كونفولشن ثيرابي، بعلاج بالكهرباء. طبعا مش الصوره اللي احنا شايفينها، ده الصوره مخيفه اللي احنا شايفينها، ولكن هو مش بيبقى في الصوره كده طبعا. العلاج ده بيتميز ايه؟ ان المريض بياخد دواء الاكتئاب، ولكن الدواء مش جايب معاه نتيجه خالص. فشلت الادويه في علاج مرض الاكتئاب عند الشخص ده، بيلجا الى علاج اللي هو الكترو كونفولشن ثيرابي. بيبدا ياخد جلسات كهرباء، جلسات الكهرباء دي بتعالجه من الاكتئاب، ولكن ايه الميكانيزم بقى؟ قول لي ايه اللي حصل؟ ما نعرفش لغايه دلوقتي، في غموض في الميكانيزم بتاع الالكترو كونفولشن ثيرابي. ولكن كل اللي نعرفه ان الشخص لما بتفشل الطرق بتاعه الادويه في علاجه، بياخد جلسات كهرباء، والجلسات الكهرباء بتبقى بتعالج الاكتئاب اللي عنده، وما نعرفش الميكانيزم الحقيقي بتاعها ايه. طب هل في اجهزه ثانيه؟ قال لك ده في اجهزه ثانيه. تاني جهاز معانا ان احنا بنعمل ديب برين ستيميوليشن، اتكلمنا عنه قبل كده يا جماعه في حلقه الابليبسي خلاص، اتكلمنا عن الديب برين ستيميوليشن، وقلنا كمان ان هو بيستخدم في الباركنسونز ديزيز، مرض الباركنسونيزم، كمان بيستخدم في الدبريشن. ده من احد العمليات الجراحيه، ان احنا طبعا الدكتور طبعا هنا بيبدا ده راس المريض، بيبدا يخرم خرم في راسه هنا من هنا، ويبدا يدخل الجهاز ده لغايه الديب برين، لغايه في البرين في المنتصف خالص. الجهاز ده بيبدا توصيله من هنا في، وبيتلزق هنا في منطقه الصدر هنا. الجهاز ده بيرسل اشارات كهربيه الى البرين من نص هنا في قلب المخ من جوه، تمام؟ لما بيرسل النبضات دي بيبدا الانسان يعالج الدبريشن. ولكن هو هل الميكانيزم بتاعه ايه بالظبط؟ ما نعرفش الميكانيزم الحقيقي بتاع الجهاز ده ايه، ولكن كون ان هو يرسل نبضات كهربيه في المكان ده، الانسان بيتعالج من الدبريشن بيه، وكمان بيعالج الباركنسونز ديزيز، وكمان بيعالج الصرع. الكلام ده امتى؟ لما تفشل الادويه في علاج المرض الشخص. اخر سلايد معانا دي اجهزه مختلفه بقى، تمام؟ عندنا اللي هو فيجاس نيرف ستيميليشن، اتكلمنا عنه برضو في مرض الباركنسونيزم. ده نفس الجهاز، ولكن الجهاز بيتربط هنا في الفيجاس نيرف، وبيبدا يعمل كهرباء في الفيجاس نيرف، فيبدا يقلل، بيبقى ليه انتي ديبريسنت افكت. في حاجه كمان، جهاز اخر اسمه ترانس كرانيال ماجنتيك ستيميليشن، ده جهاز بيعمل موجات مغناطيسيه. الموجات المغناطيسيه دي بيعمل مجال من مجال مغناطيسي حول الراس، بيبدا الشخص الدكتور بيبدا الجهاز ده، الجهاز اللي بيرسل موجات مغناطيسيه، بيبدا يحركها على الراس في اتجاهات مختلفه، فبيغير من الماجنتيك فيلد اللي هو المجال المغناطيسي اللي متولد في المنطقه دي، فيبدا يغير، فبيحصل ان هو في اماكن مختلفه في البرين، فبيبقى ليه انتي ديبريسنت افكت. وجدوا ان هو ليه انتي ديبريسنت افكت، اللي هو جهاز الاشعه المغناطيسيه او المجال المغناطيسي ده، تمام؟ بعد كده في عندنا حاجه ثانيه اللي هو كرانيال الكترو ثيرابي ستيميوليشن.
كرانيال الكترو سيرابي ستيميليشن. ده جهاز زي ما احنا شايفين كده، الجهاز ده بيبقى طالع منه سلكين بيتوصلوا في الاذن زي ما احنا شايفين، بيبقى عامل زي المشبك بيتوصلوا في الاذن. الجهاز ده بيدي اشارات كهربائيه بسيطه جدا في الاذن، الجهاز ده موجود فعلا وموجود في السوق عشان ايه؟ عشان الامراض القلق، واحد عنده قلق او مش عارف ينام او كده، ووجدوا الاف دي اي برضه صرحت ان هو يستخدم في بعض الحالات من الدبريشن. دي كل العلاجات المتاحه حتى اللحظه اللي احنا بنتكلمكم فيها في الدبريشن بجميع الحاجات المختلفه. كده احنا خلصنا الميجور دبريشن اللي هو النوع الرئيسي. لسه يا جماعه ما اتكلمناش عن النوع الثاني اللي هو الباي بولر، اللي هو النوع اللي هو وشين، اللي هو مره سعيد ومره حزين. تعالوا بينا نشوفه، هنتكلم عنه معلومات بسيطه وبعد كده خلصنا حلقه النهارده. بعد كده هنتكلم في المانيا او المانيك ديبريشن اللي هو الباي بولر، اللي هو النوع تاني من اشهر الانواع في الديبريشن. النوع ده يا جماعه اسمه الهوس، واحد مهووس مره حزين ومره سعيد ما نعرفش، ولما بيبقى سعيد بيبقى مجنون بقى، بيبقى متجنن وعنده طاقه عاليه، يقعد يتنطط رايح جاي ويضحك ويقيع. يعني بصراحه فعلا يا جماعه لو تشوفوا الحاله دي بتبقى حاله غريبه جدا، يقعد يضحك على اي حاجه من غير اي سبب، بيبقى عنده حاله من الهيجان، هيجان جامد جدا، وما بينامش، بيفضل سهران طول الليل، وبيبقى عنده افكار عظيمه، يقول لك انا عندي حته فكره، بيتخيل في دماغه ان الفكره بتاعته دي كبيره جدا، ويبدا ان هو يتخيل ان هو راجل عظيم، راجل كبير كده وعظيم، وعنده راجل يعني هيبه وبتاع. ومره وفجاه تلاقيه كلامه سريع جدا وصوته عالي وعنده رغبه جنسيه عاليه جدا وطاقه كبيره، ايه الكلام ده كله؟ وفجاه تانية تلاقيه غلبان وعنده ديبريشن واكتئاب. يعني صراحه حاله من الهوس والحاجه الغريبه جدا. لذلك بنسمي المريض ده اسمه مريض المانيا او مريض المانيك ديبريشن اللي هو الباي بولر ديبريشن. زي ما احنا شايفين في الصور بتوضح لنا جدا، مره يبقى حزين ومره يبقى فرحان. ده بنسميه من احد امراض الباي بولر، لان الباي بولر من لها امراض كتير. ده من احد امراض الباي بولر اللي هو وشين، مره حزين ومره سعيد. طب ايه هي الاسباب يا جماعه؟ ايه اللي خلت المريض يبقى عامل كده؟ قال لك عندك جينيتك فاكتورز، يعني عوامل وراثيه. العوامل الوراثيه هي اللي ممكن تسبب لي المرض ده، وبيبقى في العائلات، يبقى العيله دي مشهور فيها المرض ده او الكلام ده كله. او ممكن يبقى موضوع ليه علاقه بالنيورو ترانسميترز اللي هي الحاجات اللي في البرين. قال لك ايه؟ قال لك ممكن يبقى الموضوع ليه علاقه بالنيورو ترانسميتر او السكند ماسنجر. فاكرين السكند ماسنجرز يا جماعه اللي هي الحاجات اللي هي تحت الريسبتور، اللي هي زي السايكليك ادرينالين مونوفوسفيت واللي هو الحاجات دي كلها اللي كان تحت الريسبتور اللي هي تبع الجي بروتين ده اسمها السكند. قال لك الموضوع ممكن يبقى ليه علاقه بالسكند ماسنجر او النيورو ترانسميتر. قال لك ممكن كمان ان هو يبقى زياده في النور ابنفر، يبقى زياده في النور ابنفر. يبقى هنا الاسباب اختلفت عن الدبريشن خالص، وبدام الاسباب اختلفت عن الدبريشن ظهرت لي اعراض غير الدبريشن خلاص. وكمان ممكن يبقى في عوامل محيطه بالشخص هي اللي سببت له الحاجه دي. دي الكلام ده كله عن المانيا او المانيك ديبريشن. تعالوا بينا نعرف ايه علاج هذه الحاله. علاجها يا جماعه هو علاج واحد فقط، وهو الدراج اوف تشويس، هو الليثيوم. ليثيوم بيبقى موجود في صوره سولت، على هيئه سولت بيبقى ليثيوم كربونيت، تمام. هو الدواء الوحيد في علاج هذه الحاله. الحاله دي بتبقى عباره، وممكن ادي المريض ادويه اخرى زي ادويه مهدئه او حاجات، ولكن مع الليثيوم ادي له الادويه مع الليثيوم. الميكانيزم اوف اكشن بتاع الليثيوم، الميكانيزم الحقيقي بتاع الليثيوم يا جماعه مازال غامض حتى الان. انا بقول الميكانيزم الحقيقي، ولكن هناك افتراضات وضعها العلماء يعتقدوا انها من احد الميكانيزمات في الليثيوم. افتراضات كثيرة جدا، واشهرهم الثلاثة اللي هنقولهم دي. اول حاجة معانا في الافتراضات دي هو الليثيوم ممكن ان هو بيدخل في صناعة سكند ماسنجر. السكند ماسنجر ده اسمه BIP2 اللي هو فوسفاتيدايل انستول باي فوسفيت او داي فوسفيت. BIP2 ده لو تفتكروا في الجي بروتين من النوع Q كان بيطلع لي مادة بتكسر لي BIP2 الى IP3 اللي هي فوسفو سوري انستول ترايفوسفيت. الانستول ترايفوسفيت اللي هي IP3 بيزود لي الكالسيوم انفلكس خلاص. يبقى قالوا ان الليثيوم ده بيدخل في صناعه الفوسفاتيدايل انستول ديفوسفيت، وبالتالي لما يدخل في صناعه الفوسفاتيدايل انستول ديفوسفيت بيقلل الاي بي 3، لان هو اصلا بيقلل تصنيع الاي بي اي 2 سوري البي اي بي 2
بيقلل من تصنيع البي اي بي 2 اللي هو فوسفاتيدايل انستول داي فوسفيت. فلما يقلل من تصنيعها الاي بي 3 هتقل، لان الاي بي 3 ناتجه من تكسير الماده دي، لان الماده دي بتتكسر الاي بي 3 وداج، الكلام ده قلناه قبل كده في حلقه قبل كده قلناه بالتفصيل، فبالتالي الكالسيوم هيقل. فقال لك ده ممكن يبقى الميكانيزم. قال لك في حاجه ثانيه، ممكن الليثيوم ده بيعمل كومباينيشن مع الصوديوم، خلاص، والصوديوم هو المسؤول عن الاكزايتابيلتي في النيورون، فبالتالي لما يعمل كومباينيشن مع الصوديوم هيقل النيورال الاكزايتابيلتي، فبيعمل مود ستابلايزنج، يعني يحافظ على المود بتاع الشخص ما يبقاش متعفرت ومجنون زي ما احنا شايفين، الاكزايتابيلتي بتاعته هتقل. او قال لك ممكن الليثيوم بيعمل انهيبيشن للريليز بتاع النوربينفرين. الكلام ده حقيقي يا جماعه، فعلا الميكانيزم غير حقيقي وفي افتراضات كتيره مش كده، تمام. ده اهم ثلاث افتراضات معايا. الادفرز افكت بتاع الحاجات دي، الادفرز افكت بتاع الليثيوم، فعلا في اعراض كتيره للليثيوم، وللاسف مفيش علاج غير الليثيوم، فلذلك الشخص ده يجب عليه ان هو ياخد الليثيوم، وبنتابعه كويس جدا، لان الليثيوم فيه اعراض. ايه هي؟ قالك في السي ان اس بيعمل كونفيوجن وكونفولشن، جي اي تي بيعمل انوربزيا يعني فقدان للشهيه، نوزيا، فوميتنج، دايريا، كيدني بيعمل بوليوريا، بوليوريا يعني زياده في التبول، الميه اللي بتخرج في البول كتير، كل شويه يروح يتبول ميه. بعد كده وده بيدل ان هو زي مرض الدايبيتس انسيبيتس، الدايبيتس انسيبيتس من احد انواع الدايبيتس، نتيجه لنقص الانتي دايريتيك هرمون اللي هو فازوبريسن، اللي هو الفازوبريسن هرمون، تمام. وبالتالي الشخص ده بيبقى عطشان على طول، لانه على طول شغال ميه بيفقد ميه، فبالتالي بيبقى عطشان على طول. بيعمل هايبوثايرويديزم، بيأثر على الثايرويد هرمون وبيقلل افراز الثايرويد هرمون، فبيعمل هايبوثايرويديزم. كمان من احد السايد افكت دي على الكارديو فاسكولار سيستم ان هو بيعمل اريزميا وهايبوتنشن، خلاص، وما ينفعش يتاخد مع البريجننسي لانه ليه تيراتوجينستيك. لذلك الليثيوم يا جماعه هو ليه لو ثيرابيوتيك اندكس، يعني الفرق بين الجرعه العلاجيه وجرعه موته كبير، فانا لازم اعمل على طول المريض اللي بياخد ليثيوم اخليه يقيس نسبه الليثيوم في البلازما، لان النسبه دي النورمال ان هي من 6 من 10 ل 1.2 من 10، ماشي، ملي ايكوفلنت على اللتر، خلاص. النسبة دي هي النسبة الطبيعية، لو زادت النسبة دي عن الطبيعية بيبقى دس، لو زادت عن 2 هي المفروض من 6 من 10 ل 1.2 من 10، لو زادت عن 2 بتموت. لذلك المريض اللي بياخد دواء الليثيوم اقعد اقول له روح اعمل تحليل للليثيوم في الدم، هل هو في النسبة الطبيعية ولا مش في النسبة، لان لو هو مش في النسبة، لو هو زايد عن النسبة الطبيعية بقول له وقفه على طول، تمام. وبعمل وظائف للغدة الدرقية لان هو بيعمل هايبوثايرويديزم، وبعمل وظائف للكدني للشخص اللي واخد ليثيوم اكتر لمده تصل من 3 الى 5 سنين، باخد ليثيوم بقاله 5 سنين فبيعمل كدني فيلير، بيعمل فشل في الكلى، لذلك بعمل وظائف كليه اللي هي سيرم كرياتينين، ده من احد التستات اللي بتشوف وظائف الكليه سليمه ولا ايه، خلاص. لو الانسان ده حصل له توكسيسيتي وهو بيعمل سيرم ليفل للليثيوم، سيرم ليفل وحصل زادت عن الاثنين، بيعمل ايه؟ بيعمل دياليسيز على طول، بيعمل ايه دياليسيز، يعني بيعمل غسيل كلوي على طول، خلاص. طب الليثيوم ده يا جماعه الدوز بتاعته ايه؟ قال لك الدوز على حسب الشخص ده محتاج ليثيوم قد ايه، الحاله بتاعته قد ايه، على حسب عمره، على حسب وزنه، على حسب وظائف الكليه بتاعته، يعني الوظائف الكلام ده كله بيتم تحديده عن طريق الدكتور، الدكتور اللي هو اللي بيوصف له الجرعه بيشوف الوظائف دي كلها وبيبدا يحدد الجرعه، ولكن في رينج معين للجرعه من 600 الى 2400 ميلي جرام يوميا، خلاص. دراج انتر اكشن ما ينفعش يتاخد مع السايزايد، ليه؟ لان السايزايد يا جماعه مواد مدره للبول، المدره للبول يعني هتخرج صوديوم، والصوديوم لما يخرج ايه اللي هيحصل؟ الصوديوم لما يخرج هيزود الري ابزوربشن بتاع الليثيوم، ليه؟ لان الصوديوم اصلا والليثيوم بيعملوا كومبيتيشن مع بعض في الكدني، خلاص. فالصوديوم لما يخرج الليثيوم هيبدا يدخل، هو يدخل كتير في البلازما فهيقلل من اخراج الليثيوم، فالليثيوم لما ما يخرجش في البول هيزيد في الدم بفتره كبيره، ما ينفعش يتاخد مع السايزايد، ما ينفعش يتاخد مع الادويه المسكنه زي اللي هي النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز، لان النون سترويدال دي اصلا بتقلل اليورينيشن، بتقلل اليورينيشن، بتقلل الاخراج بتاع الليثيوم، فالليثيوم هيفضل لفتره طويله، تمام. كمان في ادويه كتير بيحصلها دراج انتر اكشن زي الحاجات اللي هي زي الكابتوبريل اللي هي الاس ان الاس انهبيتور والحاجات دي كلها، طبعا بيحصلها دراج انتر اكشن، ولكن دي اشهر دراج انتر اكشن معانا. تعالوا بينا يا جماعه كده احنا اتكلمنا على كل الدبريشن بالتفصيل، حلقه طويله فعلا، ويعني اتمنى الحلقه ما تكونش رخمه، ولكن كان الحلقه يجب يعني كان يجب علينا ان احنا نحطها في صوره واحده اللي هي الدبريشن عشان ما نفصلش المعلومه،
معلومات كلها مرتبطه ببعض. خلاص كده احنا خلصنا الدبريشن، تعالوا بينا نروح الصيدليه نشوف الصيدليه فيها ايه. ولكن قبل ما نروح الصيدليه في ملخص للميكانيزم، الميكانيزمات بتاعت الانتي ديبريشن كلها، الصوره دي ملخصه للميكانيزمات دي كلها. ممكن نعمل ايقاف مؤقت للفيديو ونلاحظ الكلام ده كله. شايفين الليثيوم بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ هو المسؤول عن تصنيع ايه؟ الفوسفاتيداي انستول داي فوسفيت، وهي اللي بتتحول الى اي بي 3، والاي بي 3 بيطلع كالسيوم. فالليثيوم بيقلل من تصنيع الماده دي، والماده دي بالتالي هتقلل من تصنيع الايه؟ الاي بي 3، يبقى بالتالي الكالسيوم هيقل. دي كل الميكانيزمات بتاع الانتي ديبريشن دراجز. شوفوها، اعملوا ايقاف مؤقت الفيديو وشوفوها كويس، بعدين ندخل في الصيدليه. تعالوا بينا نروح الصيدليه بتاعتنا ونشوف الصيدليه فيها ايه. الصيدليه بتاعتنا هنلاقي فيها النهارده اول حاجه اتكلمنا يا جماعه، عشان الحلقه طويله فنراجع مع بعض كده على السريع. خدنا ترايس هيكليك انتي ديبريسنت زي الامتريبتين، في دواء اسمه تريبتيزول. خدنا كمان الايميبرامين اللي هو التوفرانين، الدواء اللي احنا قلنا عليه التوفرانيل ده، وده على فكره اول دواء استخدم في ترايسايكليك انتي ديبريسنت في علاج الدبريشن اللي هو الايميبرامين ده. بعد كده الكلوموبرامين اللي هو انافرانيل. فاكرين رسمه الكتكوت اللي كنت راسمها لكم؟ ده الكتكوت اللي هو بنسميه الانافرانيل. ليه الانافرانيل ده انا راسم كتكوت او حاطط صوره كتكوت هنا؟ لان الدواء ده بيسموه عين الكتكوت. عين الكتكوت، تلاقي واحد داخل لك كده يقول لك يا دكتور ونبه هات لي حبتين عين كتكوت ولا حاجه. ليه سموه عين كتكوت؟ لان انت شايف حبايه القرص، القرص الدواء يعني شبه عين الكتكوت، صغير كده يعني شبيه بعين الكتكوت. الدواء ده بيستخدم حاليا في الديلي في الايجاكوليشن، بيعمل تاخير في القذف. لذلك في ناس كتير جدا بيستخدموه في الموضوع ده، مش بيستخدموه للاكتئاب، لا ده بيستخدموه في علاج سرعه القذف، فبيستخدم لتاجيل القذف. ليه؟ لانه هو ليه علاقه بالسيروتونين، فبيقفل السيروتونين ري ابتيك، والموضوع ده بياجل القذف. زي الترامادول، الترامادول بيستخدم نفس الاستخدام ده. انا بتكلم على الاستخدامات الشعبيه، الاستخدامات الغير مصرح بها زي ما انا بقول لكم. خلاص ليه الترامادول؟ لان الترامادول قلنا ان هو ليه علاقه، بيتدخل برضه في الميكانيزم بتاعه بالسيروتونين. خلاص ده زي ما انا قلت لكم كده، اللي هو بنسمى عين الكتكوت. بعد كده الدوكسيبين ده بيستخدم، يعني مخصص في استخدامه لعلاج الانسوميا، القلق، ان هو بينوم. الفينلافاكسين اللي هو ايفكسور، ده حاجه سيلكتيف بقى، سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز. حاجات كمان الديولوكسيتين، سوري يا جماعه ده مش سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز. الفينلافاكسين ده نور ابينفرين سيروتونين ري ابتيك انهبيتور، زيه الميكانيزم بتاع التراي سايكلك ولكنه مش تراي سايكل. خلاص اللي هو فينلافاكسين والديولوكسيتين، تمام. الديولوكسيتين ده برضو نفس النظام، بيعمل انهبيشن للنور ابينفرين والسيروتونين ري ابتيك، ولكنه ما هوش تراي سايكليك انتي ديبريشن. كمان عندنا الباروكسيتين اللي هو السيروكزات، ده اول دواء معانا بقى اللي هو سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور، متخصص في يعمل انهبيشن للري ابتيك بتاع السيروتونين فقط اللي هو السيروكزات. ودي الادويه اللي هي فيرست تشويس، اللي هي فيرست تشويس في علاج الديبريشن. والسيتالوبرام زي السيبرام، وعندنا الاستالوبرام زي السيبراليكس، ده نفس النظام برضو، الاستراكشر ريليتد بالسيتالوبرام. عندنا كمان السيرتالين اللي هو الاسترال، الدواء برضو اللي هو سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز. عندنا الفلوكسيتين نفس النظام، سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور. البروزاك، الحاجات دي تركزوا عليها جدا، اللي هي دي اللي بتستخدم في السوق، هي دي الحاجات اللي بتطلع في الديبريشن اللي هي سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز. عندنا الفافرين اللي هو الفلوفوكسامين كده، يبقى كمان هنخش بقى في الاتيبيكال اللي هو بابروبيون اللي هو ويلبيوترين. وعندنا كمان الميرتازيبين اللي هو الريميرون. الحاجات دي كلها موجوده في الصيدليه في مصر يا جماعه، انا يعني الكلام ده كله حلقه النهارده من الحلقات المهمه جدا. عندنا الترازودون، لحاجات بقى اللي هي ايه؟ تريتيكو، دواء اسمه تريتيكو، دي حاجات اتيبيكال، يعني ايه؟ يعني الميكانيزم بتاعها غريب شويه. سيرازون ده اللي هو ميفازودون، وعندنا ميانسرين اللي هو تولفون، وعندنا الدواء اللي هو بيعمل انهبيشن للماو ايه اللي هو موكلوبيمايد، تمام. ده الدواء اللي هو بيعمل انهبيشن للماو ايه انزيم. عندنا بقى الليثيوم بقى كربونيت اللي هو بريانيل. البريانيل ده هو الوحيد فعلا اللي بيعالج المانيا اللي هو مرض الهوس، او بنسميه الجنون. يعني واحد فعلا بيبقى الحاله بالنسبه لنا حاله من الجنون اللي احنا بنشوفه، واحد بيضحك شويه وليه يقعد يتنطط قدامي، وبعد شويه الاقيه زعلان، ايه يا عم انت هتتجنن علينا ولا ايه؟ خلاص يعني فعلا حاله من الجنون اللي احنا بنشوفها. ده الدواء اللي احنا اتكلمنا عنه اللي بيعالج، اللي لسه ممكن يبقى يحصل له كومبينيشن بحاجات انتي سايكوتيك او كده.
كده حلقتنا انتهت، حلقه طويله فعلا. انا يعني انا صراحه انا يعني انا بعتذر لكم ان الحلقه طويله، ولكن فعلا لازم الموضوع كان يكمل مع بعض يا جماعه. ممكن يعني يعني ممكن تكتفوا يعني لو ما فهمتوش الحلقه تكتفوا ان انتوا تركزوا على جزء من الحلقه وتقسموها نصين، وبعد كده تركزوا على الجزء الثاني من الحلقه. يعني انت لو ما فهمتش الحلقه دلوقتي ممكن ترجع لنص الاولاني وتركز عليه، والنص الثاني ممكن تدي له وقت اخر ان انت تركز عليه. حلقتنا النهارده حلقه من الحلقات المهمه جدا في الحلقات، واتكلمنا فعلا بالتفصيل عن مرض الدبريشن. ان شاء الله الحلقه الجايه في مرض جديد من امراض السي ان اس. ما تنسوش اللي عايز يحمل حلقتنا النهارده عشان يراجع ويذاكر بيحملها من على اليوتيوب، في الديسكريبشن بيلاقي اللينك. وكمان ممكن تعملوا لي سبسكرايب على الاكونت بتاعي، بحيث ان الفيديو ينزل اول ما بينزل على طول على اليوتيوب بيجي لك في الهوم بتاعك. عندنا اللينك بيبقى في الديسكريبشن بتاع الفيديو على الميديا فاير بتحمله. كمان اللي عايز اي حاجه او اي موضوع نشرحه او اي حاجه ممكن يتواصل معي عبر الفيسبوك. اتمنى الحلقه تعجبكم ان شاء الله، اتقابل في حلقه جديده. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.